ثلاث انواع من الاحمال من حيث طبيعه الحمل. يعني لو دي البانل بتاعتي ودي بانل ودي هي البانل، ده حمل الاضاءه اللايتنج، وده النورمال سوكت، ودي الباور سوكت. تمام. الطبيعي في الباور ان اللوحه بيطلع منها مسار مباشر لنقطه واحده، سواء النقطه دي باور سوكت او ديسكونكت، والمسافه الواصله ما بين البانل والحمل بسميها هوم ران. والهوم ران دي ممكن تبقى جوه مواسير او على كيبل تري، وهنفهم الحالتين دلوقتي. تمام. هنفهم في كل حاله نعمل ايه. الباور سوكت تفرق عن النورمال سوكت في ايه؟ ان الباور سوكت عليها حمل واحد، اللينيا شايله مخرج واحد، لكن في النورمال سوكت في اكتر من حمل. برضو المسافة الواصلة ما بين اللوحة وأول حمل اسمها هوم ران. وبضطر بقى أوصل ما بين المخارج وبعضها بإن بتوين أو مناولات. بس خد بالك الهوم ران بس اللي ينفع يبقى في مواسير وكيبل تري، ده أو ده، لكن المناولات ملهاش غير إن هي تبقى في مواسير. تمام كده؟ طيب لما بحتاج اطفي المخرج ده، لا هو ما بينطفيش. ليه؟ لانه مش سويتشد، نون سويتشد، مش بيتم التحكم فيه عن طريق مفاتيح، بيتم التحكم فيه عن طريق السيركت بريكر اللي موجود في اللوحه. لكن لو حضرتك محتاج تعمل له سويتش بيبقى اسمه سويتش سوكت. تمام. لكن التحكم هنا انك تفصل المعده، انك تفصل المعده عن طريق انك بتشيل الفيشه بتاعتها او تطفيها من القاطع. تمام. في حمل الاناره بقى الوضع بيختلف شويه. ليه؟ لان دي الكشافات بتاعتي، والمسافه الواصله ما بين اللوحه واول كشاف اسمها هوم ران، وواصل ما بين الكشافات وبعضها مناولات، بس الكشافات دي هيتم التحكم فيها عن طريق سويتشات. ففي حاجة هنا اسمها ايه؟ نزلات مفاتيح او سويتشنج. محتاجين بقى ايه؟ نعرف الاشياء بتعريف الوظيفة. نزلة المفتاح دي لازمتها ايه في الدايرة؟ لازمتها ايه في الدايرة؟ هتنزل اللاين، مش هتعمل اي حاجة غير انها هتنزل اللاين. بس المشكلة بقى ان المفتاح تعريفه قطع في مسار اللاين، يبقى نزلة المفتاح هتنزل اللاين، والمفتاح نفسه وظيفته قطع في اللاين. اللي داخل له اسمه لاين، واللي خارج منه اسمه سويتشد لاين او ريتيرن. يبقى هو اللاين بس اتقطع فين؟ في المسار بتاعه. تمام كده؟ ماشي. ايه اللي بيبان؟ ايه اللي بيبان على الديزاين درونج؟ يعني الهوم ران بتبان على الديزاين درونج ازاي؟ المناولات بتبان على الديزاين درونج ازاي؟ والنزلات بتبان على الديزاين درونج ازاي؟ اولا الهوم ران ما بتتعملش، بترجع للمقاول. المقاول هو اللي هينفذها. طب المناولات بتتعمل لسبب واحد بس، انه يبين لك الاحمال دي اللي على الخط هي ايه؟ ده اللي هوصلهم ببعض، ده بيرمزوا ان هم يبقوا على لين واحد. طب نزلات المفاتيح ما بتبانش، ما بتظهرش، بس انا من حق اعرف. فبيتم توضيح الهوم ران عن طريق اسم الخط، بيتكتب لك كده مثلا. مش انت كده كنت بتعمل كده في الديزاين؟ طب النزلات بيبدا يكتب لك على المفتاح سيمبل للي بيشغله. يبقى كده في الوايرنج او في التوصيل بنبدا نوضح الهوم ران
بالمؤشر اللي انا رسمه عليه اسم الخط، فبعرف ان دول على خط واحد. وببدا احط على المفاتيح حروف او رموز بتدل على الكشافات اللي انا شغالها. طب ده الديزاين دروينج. لكن الشوب دروينج تنفيذي. يعني ايه تنفيذي؟ انا عشان انفذ محتاج اعمل حاجتين، محتاج اعرف طريقه التنفيذ وطريقه التوريد. التوريد اللي هو البروكيرمنت، والتنفيذ اللي هو الكونستراكشن. ناخدها واحده بواحده بقى كده. ايه اللي محتاج تبينه على الرسم عشان تورد؟ اول حاجه السايز، محتاج توضح السايز. السايز بتاع ايه؟ بتاع المواسير، ودي بالمليمتر لانها بالاوتر دايمتر، وبتاع الاسلاك ده بالكروس سكشن اريا. تمام. والكالر فيما يخص المواسير، لو حضرتك الاستشاري هيوضح ان المواسير الوان وهتشوف كمان شويه، يبقى هنوضح على المواسير لونها. لكن لو كلها حاجه عاديه وهيوضح الاسلاك، يبقى لازم حضرتك توضح الاسلاك. الدايمنشن، والدايمنشن بتفيدني في حاجه اسمها تيكنج اوف، عرفناها في التندر او هنكمل معرفتها. طيب حاجه ثانيه، بيساعدني طريقه التركيب في معرفه الاكسسوارات. ما انا لو هركب امبيدد مش محتاج قفايز، لكن لو هركب خارج السقف الماسوره هتثبت لوحدها، يبقى محتاج قفايز. طب في الكونستراكشن، لا بقى محتاج دايمنشن، ومحتاج حاجه اسمها بايبنج، ومحتاج حاجه اسمها وايرنج، ومحتاج حاجه اسمها طريقه تنفيذ. كل ده محتاج اوضحه على الرسم عشان اوضح لبتاع المشتريات اللي هيشتري وبتاع التوريدات. ايوه، ناخدها خطوه بخطوه واحنا على الرسم. الكشافات دي هتركب امبيدد ولا اكسوز؟ ده انا عندي كده الخط هشتغل على القاعة اللي احنا اشتغلنا عليها دي. الكشافات دي عرفت نوع التركيب، نوع تركيب الكشاف. طب نوع تركيب المواسير، انا عرفت هي امبيدد ولا اكسوز؟ بص يا هندسه، مفيش حد هياخد قرار انه يتخلى عن الامبيدد وينفذ الاكسوز الا لما يكون اتحط في موقف من اتنين مالهمش تالت. طب ليه؟ هو مش الاكسوز ده احسن؟ احسن في الصيانة أحسن، بس المشكلة إن المخرج اللي هتنفذه بجنيه امبيدد هتنفذه باتنين جنيه ونص اكسبوزد لو بي بي سي، وبتلاتة جنيه لو ام تي. يبقى إيه اللي يخليني أسيب الاختيار الأسهل وأروح للأغلى؟ حاجة من اتنين، يا المبنى تم إنشاؤه لغرض غير الغرض اللي هستخدمه عليه. يعني دي مثلا كانت إيه؟ كانت فيلا سكنية، دول كلهم ما كانوش مفتوحين في بعض، فهتلاقيني اشتغلت اكسبوزد. ليه؟ لان انا محتاج اعمل قاعه، ركبت برايز اكسبوزد للناس بتوع اللي هيشتغلوا باللاب، وركبت كشافات اكسبوزد. او حاجه ثانيه، ان المشروع مش هيستنى. يعني ايه مش هيستنى؟ يعني احنا خلصنا الانشائي وخدنا الانشائي وديناه للجماعه بتوع الام اي بي، معماري وانشائي يعني. بتوع الام اي بي قالوا لنا 5 شهور. قال لك طب بدل ما انا مستعجل على المشروع، بدل ما استنى ال5 شهور لحد ما يخلصوا رسوماتهم ويتاكدوا منهم، ال5 شهور دول اخدهم في ايه؟ في تنفيذ الكونستراكشن، اخلص الانشاءات بتاعت السيفل، اعمل خرسانات، على ما هو يخلص يجي يشتغل. يبقى الاكسبوزد مش هوصل له غير لحالتين. الحاله الاولانيه ان انا عندي تعديلات في المبنى، فما كنتش عارف وانا بنشئ المبنى هحط مخارج في اي مكان، او المشروع فاست تراك. طب المشروع ده ايه؟ فاست تراك. عايزين، قالوا ان احنا هنعمل 12 جامعه هنبدا فيهم الصيف اللي فات، وعايزين ندخلهم خدمه وندخل فيهم طلبه الصيف ده. فعلى ما باكج الام بي تخلص اجري انت في الخرسانات والمباني. تمام كده؟ فدي معلومه. المعلومه دي لو ما وصلتلهاش من السبيكس، لان مش طبيعي ان الاستشاري بيطلع السبيكس يقول فيها ان كل الشغل اكسبوز، ده هو بيقول لك حاجه من اتنين. الاستشاري في السبيكس بيقول حاجه من اتنين، ما ينفعش يقول اساسا هو امبيدد ولا اكسبوز. هو بيقول حاجه من اتنين. في حاله انك هتمدد امبيدد، مدد مواسير او خراطيه. لكن لما تيجي اكسبوزد مدد ام تي. هو بيقول لك بس ايه؟ انا هقبل منك المواصفه الامبيدد بالشكل ده والاكسبوزد بالشكل ده، لكن هيجبرك؟ لا مش هيجبرك. هو مش هيجبرك.
تمام؟ فظروف الموقع بقى اللي هتقول لي، وانا برضو بسعر المعلومه دي لازم انا اجيبها، اعرف هو امبيدد ولا اكسبوزد. فالمشروع ده انا بقول لك معلومه ناقصاك ان المشروع ايه؟ اكسبوزد. تمام؟ يبقى خلاص عرفنا ان الكشافات هيتمدد تحتها مواسير اكسبوزد. طب تعالى ابدا لي كده، المفاتيح دي امبيدد ولا اكسبوزد؟ دي احتياجات مشروع بقى وفقا لتنسيق مع معماري. هو احنا هنركب مواسير اكسبوزد ولا لا؟ قال لك لا، هو انا السقف هغطيه، السقف هغطيه فممكن تشتغل اكسبوزد. عارف لو السقف مش هغطيه هقول لك كسر في السقف عادي، لكن السقف ده انا هغطيه. لكن الحيطان دي هتجلدها ولا لا؟ يعني هتجلدها خشب ولا لا؟ قال لي لا انا مش هغطيها. يبقى المواسير هنا لازم ايه؟ تدفن. وهنا بقى حاجه انت لازم تتخيلها، ان ده اكسبوزد وده مدفون، هتوصل ما بينهم ازاي؟ ما هو لو مدفون في مدفون الكونكشن مدفون، لكن ده بارز وده مدفون. خد بالك هتفهم دلوقتي احنا عملناها ازاي. الشوب دروينج مش درافتنج، احنا اشتغلنا معاك في البدايه عشان الدنيا تبقى ماشيه حلو. درافتنج، اعمل باك بوكسات، اعمل نزلات، وصف مواسير، حط دايمنشن، لكن ده اسمه درافتنج. لازم انت تبقى فاهم، وعمرك ما هتفهم المشروع، وعمرك ما هتفهم المشروع بعد ما تقرا الرسم بس والمقايسه بس والسبيكس بس. ده في حاجه تانية لازم تفهم طبيعه المشروع، احتياجات المشروع دلوقتي عامله ازاي. تمام؟ طيب هو قال لي هنا ان انا مش هجلد الحيطان، يبقى المواسير دي المخارج دي لازم تبقى ايه؟ امبيدد. احنا عارفين ان طالما حاجه هتتدفن يبقى ليها باك بوكس، طالما حاجه هتتدفن يبقى لها باك بوكس، فانا محتاج احط الباك بوكس بتاع المفاتيح دي. تعالى عند اول مفتاح اللي هو A و B ده، بالراحه كده سلكته واضغط كليك يمين واختار بلوك اديتور. هتلاقي عندك مشكله وانت بتعمل البلوك ده، هو انا هعمله بمقاساته الحقيقيه، الباك بوكس ده هعمله بمقاساته الحقيقيه ولا هعمله افتراضي؟ انا هعديها لك وهعدي ده، وهقول لك ان احيانا البلوكات بتتعمل سكيلد ونون سكيلد. يعني ايه سكيلد؟ انا محتاج البلاطات تبقى سكيلد. ليه؟ لانها تغطس في قلب البلاطات الجبس، فلازم تبقى بالمقاس بالظبط، ما تبقاش ازيد ولا اقل. ليه؟ محتاج اوضح. لكن الباك بوكس يهمني مقاسه، انا يهمني ان انا اشوفه، فهنا هيبقى نون سكيلد. ليه؟ لان انا محتاجه في الطباعه، محتاج يظهر في الطباعه والرسم ان هو امبيدد، فانا محتاجه يبقى متناسب مع شكل المفتاح. الشوب دروينج الكومبوننت اللي جواها يا سكيلد يا نون سكيلد. سكيلد دي يبقى هتفيدني في المعماري، تمام؟ لازم تبقى بالمقاس. البلاطه مش هينفع تاخد بلاطه وحته ولا تاخد اقل من البلاطه، لازم تبقى بمقاساتها. الحاجه الوحيده اللي هتبقى عندك نون سكيلد هي الرموز بتاعه المفاتيح او البرايز. ليه؟ لان انا محتاج اشوفها، محتاج اشوفها، تمام؟ فعشان اخليها شبه بعضها هاجي جاي هنا نفعل هوم. انا هعمل خطوه وانت طبق ورايا، ومعانا وقت ان احنا نطبق براحتنا. هتفعل الهوم هنا وتجي جاي بس ضغط على اللاير دي، ونفعل لاير اسمها الكتريكال سويتش اللي هي دي، اضغط عليها ضغطتين كده اتفعلت معاك. يبقى اي رسم هنعمله هيبقى على اللاير بتاعه المفتاح. ازاي بقى تعمل باك بوكس متناسب مع الحجم بتاعه؟ هتجي جاي مختار ريكتانجولر ده، هتختار مستطيل، وبص هندسه، شايف المؤشر بتاعي انا وقفت قبل، شايف المسافه اللي انا وقفتها قبل المفتاح دي بقد ايه؟ حطها في مخيلتك عشان لما تقف الناحيه الثانيه تقف بنفس الحجم، تمام؟ فانا خليت المؤشر لامس البلوك من تحت ومن هنا عشان ما احركوش ثاني، والتحريك جوه البلوك بيقرفني. هاجي بدا ايه؟ راسم ونازل كده شويه وواقف بعد نفس المسافه اللي انا سبتها هناك، اهو متناسب مع شكل المفتاح. الباك بوكس ده لما تنزل سايت او لما تيجي في الورش بتاعت المرحله الثانيه هتلاقي انه غلط يدخله اكتر من ماسورتين. الباك بوكس استحاله يدخله اكتر من ماسورتين، اكتر من ماسورتين يبقى تعديله وما بتتقبلش. ليه؟ هو لو اكتر من ماسورتين في البرايز مش هبقى متلت، لان انا جايب دخل
وطالع منه بخارجين فده تتليت ما يمشيش. طب في الاناره اكتر من ماسورتين، ده انا عندي اللاين والريترن بينزل في ماسوره واحده والماسوره لسه تشيل لحد 2 او 3، فانت بتزحم النازله ليه؟ الباك بوكس ما بتدخلوش اكتر من ماسورتين. عشان نخلي شكل الرسم حلو هنعمل فيه ماسورتين، يبقى هختار امر سيركل واخد الدايره وجاي كده واقف هنا، وبالمؤشر بالنظر كده اقسمها جزئين فوق وتحت، وادي ماسوره وهكبيرها الناحيه الثانيه. عادي انك تسيبها كده، وعادي انك تحطها من غير مواسير، عادي انا بتكلم انه عادي، عادي انك تحطها مستطيل بس، وعادي انك تسيبها من غير مواسير، لكن احنا بنخلي شكل الرسم بتاعنا كويس. ليه؟ لان الرسم ده هيتقدم للاعتماد، وانت محتاج تخلي اللي قدامك واثق في شغلك. الاستشاري هو بيعتمد لك اول ما بيشوف الرسمه بيكون وجهه نظر عنك، انت واثق من شغلك ولا مبتدئ؟ عارف ان احنا بنفسنا احيانا ولما تقدم شويه في الصنعه وفي المجال هتلاقي ان احنا بنفسنا بنسيب ملاحظات غلط للاستشاري على الرسم. اقول لك ليه؟ عشان انا عمر الاستشاري ما هيديني كود ايه، لازم يطلع لي ملحوظه، فان انا اقدم له الملحوظه المش مضره بالشغل على طبق من ذهب يكتبها احسن ما يقعد يحفر في الفتل. يعني بقول له ايه؟ اتفضل غلطه اهي، عشان انت استشاري وجامد وانت الاعلى مني، اتفضل خدها اكتبها. ليه؟ اصل لو دخل بقى في حتت تانيه مش هنخلص. الراجل عايز يطلع ملاحظات، ما تسيب له ملاحظات. ما تغلط يا عم وحط له ماسوره نازله على جدار ازاز عشان يكتب لك الملحوظه، ويبقى ايه وهو قاعد كده مرضي ومبسوط ان هو ايه طلع لك الملاحظات بتاعتك. تمام؟ فهدلعه شويه واجي كاتب حرف الاتش، هيختار اختار الهاتش واقول له ان انا اعمل لي دي سوليد. تمام كده؟ عشان بقى ما تجيليش في الرسم وتلاقي لي واحده باك بوكس بمقاس وباك بوكس بمقاس، حدد دول الاول وتاكد انك تختار الهاتش كمان واعمل لهم كوبي وخليهم معاك دلوقتي. وروح اقفل لي البلوك. الحلق بتاع الباب ده اللي جنبنا هنا ده عباره عن ثلاث عناصر. الباب ده عباره عن ثلاث عناصر. الضلفه ويلزمني اعرف اتجاه الدوران بتاعها عامل ازاي. وهنا بيفتح يمين. فلو هتحط مفتاح وانت بتصمم هتحطه العكس. تمام؟ او هتحطه بعد مقاس الضلفه، يعني لو الضلفه 80 سم هتحطه بعد ال 80 سم. تمام؟ يبقى دي الضلفه. الضلفه بقى بتدور حوالين الحلق، والحلق ده ايه؟ فريم خشب. ما بتشابش كده. لان ما بين الخشب والمحاره بيبقى فيه فاصل. الفاصل شكله مش حلو، لان المحاره مش لازقه في الخشب. فبيتعمل الفريم اللي بره ده اسمه بر او سجاف. ده بر او سجاف، البر ده من 7 سم ل 12 سم. البر ده بيتنفذ من 7 سم ل 12 سم. حضرتك البر مش ظاهر عندك في الباب في الرسمة. السجاف ده مش ظاهر عندك في الرسمة. يعني حضرتك لو الباب 90 المفروض تعتبره انه كام؟ 12 و12 24 و90 يعني 115 سم. فما ينفعش تلزق فيه المفاتيح، لازم تبعد. فقلنا عشان نريح نفسنا احنا هنبعد 20 سم من بداية الحلق، هيبقى بين البر والمفتاح حوالي 6 7 سم على أسوأ حالة. تمام؟ بس احنا هنختلف شوية. لو العلبة 7 في 7 العلبة بتتغير، يا مستطيلة يا مربعة. فأسلم حل ليك انك تجيبها منين؟ من السنتر. فهقول ان اي مفتاح رسمي السنتر بتاعه للحل 25 سم. حلو. طيب ده الباك بوكس والسنتر من الباب 25. لو دي علبه 7 في 10 يعني السنتر بتاعها كام؟
سيب لي من العلبه والعلبه 5 سم تمام، والسنتر 5 دي 15 في كل العلب. وخد بالك الا علبه واحده بس. ايه العلبه الواحده بس؟ الجراند لو معتمده عندك ممنوع تسيب من العلبه السبعه والسبعه اي مسافه فصل. في شركه اسمها لوجراند ودي شركه فرنسيه، لو العلبتين اللي هيركبوا سبعه في سبعه ممنوع تسيب بين العلبه والعلبه سنتي. ليه؟ لان العلب نفسها بتعشق في بعض فما بتسابش بينها اي مليات. لذلك اللي بيحصل ايه؟ انا كاستشاري بطلب منك تحديد مقاس اول علبه، وانت على الرسم سيب 15 بين العلبه والعلبه بس ما تحطش بعد. ليه؟ لان البعد ده بتاع الموقع، في الموقع وهم بيركبهم هيعرفوا هم هيعملوا ايه، هيلزقوا العلب في بعضها ولا هيسيبوا مسافات. وده السبب اللي بيقول لك حط مقاس اول علبه بس والباقي ده سايت كوردينيشن. ليه؟ لان هو ورد العلبه فعارف هي هتساب منها مسافه ولا هتركب عشق ومعشوق. هي بيعشقوها في بعضها ازاي؟ لان لما بيجيب علبه سبعة في سبعة بيبقى عنده اوبشن ديكور، لو تلات علب جنب بعض يحطهم جوه وش واحد فبيبقوا لازقين في بعض، بس الفريم اللي بره واحد، فلو حضرتك سبت مسافة مش هيركب الفريم. ودي بتبقى غلطة من استشاري او من مكتب فني، طلع مقاسات بين العلب والعلب. لو جينا نعدل، يعني لو انا طلعت الرسمة ووضحت المسافة بين العلبة والعلبة والصنايعي يركب وجينا نركب الاكسسوار ما ركبش، فهنكسر العلب ونعدلها. التعديل ده هيبقى على مين؟ على المقاول، لا مش الاستشاري. ليه؟ لان انت حددت المسافات فلخبطت الناس، لكن هي بتتساب. تمام؟ يبقى حضرتك كده هتحط على الرسم ان ما بين العلبه والعلبه 15، لكن مش هينفع تحط البعد بتاعها، هتحط البعد بتاع ايه؟ اول مفتاح بس في كله. يعني في مفاتيح الإنارة وفي البريزة بتاعة الباور اللي هي جنبها بريزة تانية، ممنوع تحدد المسافة ما بين العلبتين، انت هتحطها سنتر تو سنتر 15. ليه؟ انت هتوضح ان الاتنين جنب بعض، لكن لو مفتاح هنا ومفتاح في اول الطرقة زي اللي هناك ده لا، لازم تحدد البعد. فاهم حاجة؟ العلب المتجاورة بتحدد بعد اول علبة، والمسافة البينية بين العلب ده سايت كوردينيشن. خلاص؟ يلا كده ناخد المفتاح ده، هنيجي واخدين راسمين محل هندسي كده من الحلق ده، الحلق اهو ماليش دعوه بالزاويه دي، الزاويه دي بر ومش بمقاسه الحقيقي، ده الحلق اللي فاصل ما بين المباني والخشب، وترسم 250 مللي. وتيجي عامل محل تاني بقى ب 15، ادي 150 مللي، وتكبرها مرتين كمان. وتبدا تاخد كل علبه وتبين الفكره اللي انت عملت عشانها الباك بوكس، ان الباك بوكس مدفون والمفتاح بارز، يبقى هتموف العلبه من المقاس بتاع الباك بوكس للمقاس ده وهكذا. كمل كله يلا. شفت بقى لما حطيت العلب بمقاسات متناسبه مش حاجات كبيره وحاجات صغيره ظهرت معاك مسافه كويسه ومعقوله ازاي؟ لكن لو انت كنت عملت المقاس كبير شويه كانت العلب ركبت فوق بعضها، وده ما احناش عايزينه شيل بقى الخطوط دي ما تلزمكش. ايه الفرق ما بين الوايرنج ديفايس والفكتشر ديفايس؟ التكييف فكتشر، النجفة فكتشر، الكشاف فكتشر، الهاند دراير فكتشر، ده جهاز هياخد مني
هياخد مني حاجة ويطلع حاجة، التكييف هياخد كهرباء وياخد هواء ومية باردة يطلع لي هواء ساقع، الهاند دراير هياخد مني كهرباء وهواء من المكان المحيط فيطلع لي هواء يدراي ايدي، الكشاف هياخد مني باور ويطلع اضاءة. في فرق ما بين الفكتشر وانه يتوصل مباشر وبين انه يبقى محتاج ديفايس. يعني يعني دايركت واير وايرنج الكشاف بتحطه مباشره السلك فيه بيشتغل ما بيتحكمش فيه حاجه. وفي فرق بين حاجه محتاجه ديفايس عشان اعمل لها وايرنج. يبقى الوايرنج حاجتين، يا دايركت يا ويز ديفايس. دايركت يعني هتوصل السلك فيه مباشر تمام، والديفايس هيتحكم فيه. يعني حضرتك تقدر توصل الموبايل بتاعك في دايره من غير ديفايس؟ فيشه صح. محتاج توصل اللاب بتاعك بالكهرباء من غير ديفايس؟ محتاج فيش. فاهم حاجه؟ يبقى في فرق ما بين الدايركت وايرنج اللي هو انك هتدخل على الفكتشر على طول، او باستخدام وايرنج ديفايس، مفتاح اناره وايرنج ديفايس، فلور بوكس وايرنج ديفايس، باريزه وايرنج ديفايس، نقطه داتا وايرنج ديفايس. واسهل مثال الكاميرا. الكاميرا الكاميرا لو محطوط لها اوتلت جنبها يبقى دي اسمها ايه؟ وايرنج ديفايس. لكن لو الارجهايه بتاعت السلك داخله مباشره في الكاميرا دي تبقى ايه؟ دايركت. فرق ما بين حاجتين، وايرنج ديفايس ده حاجه بتساعد ان انا اقدر اوصل الكهرباء للجهاز، وحاجه اسمها دايركت ان انا اوصل للجهاز مباشره. تمام كده؟ ما ينفعش تبدا في الشوب دروينج بعد ما تعمل اللوكيشن الا لما تقرا السبيكس وتعلم صح تمشي صح. اتعلم غلط هتفضل طول عمرك بيطلع وراك اخطاء. والصح بيقول انك مش هتقدر تعمل وايرنج الا ما تفتح السبيكس. المفتاح بمشتملاته بمواصيره بحاجته اسمه وايرنج ديفايس. فانا هفتح الجزء بتاع الوايرنج ديفايسز وتعالى نشوف نبسطها على بعض. انا فاتحه لك انت ما تفتحوش اهوت. انا دخلت جوه السبيكس وجبت الجزء اللي بيتكلم على الوايرنج ديفايس. السبيكس دي بتوصف ثلاث حاجات، ازاي اقدم للاعتماد دي حاجه، الحاجه الثانيه ازاي اورد، الحاجه الثالثه ازاي اركب. تمام؟ طيب سيبك من الاعتماد، خلينا ننزل. يعني هنا بيقول لك اهوت ادي جنرال والبرودكت الاكسكيوشن التركيب. انا محتاج البرودكت في حاجه دلوقت مش محتاجها تمام، لكن الاكسكيوشن عايزه. تعالى كده اما نشوف هو بيقول ايه. اهوت قال لك الانستليشن فلاش ماونتد بوكسز شال بي كاست ان كونكريت وولز اند جراوت انتو بريك وولز. بص يا سيدي، تعرف معلومة ازاي اذا كان الباك بوكس هيركب جوه عمود خرسانة ولا جوه حيطة؟ لا يعني لو جالك عمود خرسانة وهتركب عليه باريز من حقك تكسر في العمود ولا هتركبه اكسبوزد؟ اكسبوزد. ماشي، ادي اول معلومة بيقول لك انك غلط. ليه؟ الحيطة الخرسانة دي هتتمحر وانا باصص لها كده مش عارف ايه خرسانة وايه مباني، مع ان هنا خرسانة وهنا مباني. فحضرتك لما تبني كسر قال لك بريك، لكن لما تيجي تصب عمود خرسانه مسؤوليتك انت كمقاول انك تركب العلبه قبل الصب. تعال نرجع نشوف تاني هو بيقول ايه. يعني انت هتركب العلبه ولو كسرت ده عيب منك انت، مش هتطلب مني ثمن اضافي. اهو قال لك ايه بقى، الفلاش ماونتد بوكسز شال بي كاست ان كونكريت وولز، يعني لازم تتصب وانت بتعمل حيطان الخرسانه. يعني ما تجيش تقول لي لا ده حيطه خرسانه مش هكسر، او ده حيطه خرسانه اديني تعديلات تمن تكسير خرسانه. لا حضرتك ده هو بيصب العمود لازم تحدد اللوكيشن وتحط العلبه. يبقى ما فيش حاجه اسمها مش هركب علبه على عمود خرسانه. اللي ممنوع بالنسبه لك ايه؟ انك تركب لوحه دفن جوه عمود خرسانه. ده مش عشان
ممنوع تكسير في خرسانة عشان اللوحة عمقها هياكل من عمود الخرسانة ما بقاش عمود، لكن العلبة هتاكل 5 سم مكان العلبة و2 سم للماسورة اللي نازلة، فعادي مش هيحصل للعمود حاجة. يبقى كده الحيطان الخرسانة عندك يركب عليها علب ولا لا؟ عرفتها منين؟ من السبيكس. طب تعالى غير، قال لك المفاتيح. لو انت لقيت مفتاح ورا باب وجاي لك في الديزاين كده، هتعدل ولا لا؟ ممكن ما تعدلش. هو اللي هيقول لك هنا، قال لك ان اللوكال وول سويتشز نير دورز، قريبه من الابواب، شول بي لوكيتد ات فري سايد، يعني تبقى موجوده في الجانب الحر. الجانب الحر اللي هو عكس اتجاه الدورات، الجانب المقيد اللي هو بيفتح عليه الباب، لكن احنا هنبقى العكس. طب لو ما فيش جدار عكس، راح على فتحه الباب، يعني فتحه الباب 80، حط المفتاح بعد ايه؟ متر. ازاي؟ مش الباب كده؟ وانت قلت هتاخد 20 سم من الباب، طب الباب فتح كده، خد بعده 20 سم برضه، اعتبر ان فتحه الباب بقت معكوسه على الجدار الثابت لو ما فيش هنا. تمام كده؟ ماشي، يعني حضرتك هتعدل لو هو عامله غلط؟ اه هتعدل، هو قال لك هنا. طب قال لك معلومة تانية مهمة جدا، قال لك الجانكشن بوكس شل بي بليست ان ذا باك اوف اتش وول ماونتد، يعني حضرتك هتركب المفاتيح على السايح ولا هتركب لها بوكس؟ هو ما اسموش باك بوكس، هو اسمه جانكشن بوكس او وايرنج بوكس. ليه؟ لان من خلاله هتقدر توصل. البوكسز اللي موجودة في السوق يا هتستخدمها بول يا هتستخدمها جانكشن. بول ده لو مش هتمسك مفك وتربط الاسلاك، يعني لو هتعدي السلك بس من هنا لهنا فانت بتريح، بدل ما تسحب ال 30 متر حتة واحدة هتسحب 15 متر هنا وتنزل السلك على الارض وترجع تبعته تاني، فهو بول بوكس بيريحك في سحب الاسلاك. نفس البوكس لو مسكت فيه مفك او بنسة عشان تركب مفتاح او تركب بريزه بقى اسمه جانكشن بوكس. هو قال لك هنا ايه؟ حضرتك مش هتركب لي المفاتيح مباشر، ده انت هتحط لي باك بوكس اسمه جانكشن بوكس، بس طالما يتحط في الباك بتاع المفتاح يبقى اسمه ايه؟ باك بوكس. طب تعالى نكمل تاني. ماشي، المعلومة المهمة التانية، هو أنا هنزل النيوترال والإرث على المفتاح ولا لأ؟ في ناس هتقول لي نزل إرث وناس هتقول لي لأ. طب هنا هنزل إرث ولا لأ؟ هو الإرث ليه مكان في المفتاح؟ طب إحنا قلنا تعريف المفتاح من شوية إيه؟ قطع في مسار؟ قال لك المعلومة دي، قال لك يبقى السنجل بول سويتشز اللي هي دي سنجل بول لأنها بتقطع على لاين واحد، تمام؟ شول سويتش ذا فيز، يعني هتتحكم في سلك الفيز، فيز واير، تمام؟ لكن النيوترال شول نوت تران ثرو سويتشز، مش هيعدي على المفاتيح، يبقى النيوترال فوق ولا تحت؟ هو كده حدد لك الطريقه، النيوترال اركنه لي فوق وانزل لي بس بالفيز، تمام؟ نعم. اللي هو الدبل بول اللي هو بيقفل على التكييف، بيقفل لاين ونيوترال بس مش مفتاح انارة، تمام؟ طيب هتخلي اتجاه المفتاح لفوق ولا لتحت؟ يعني لما ادوس على المفتاح ويبقى اتجاهه لفوق يبقى قايد ولا طافي؟ لا ما هو مش بمزاجك، تمام؟ لا مش بمزاجك، هو الراجل قايل لك هنا كمان، يعني انت اشمعنى بنخلي الاتجاه القيادة فوق واتجاه الطفي تحت؟ قال لك هنا اهو، قال لك شول بي ماونتد وذ ذا لونجر دايمنشن فيرتيكال اند اوبريتنج هاندل ان ان ابورد بوزيشن وين ذا اون بوزيشن، تمام؟ يعني هو يبقى عامل كده لما يبقى ايه؟ هتركب انت مش عندك علبه 7 في 14 وتاخد 4 مديول، هو سامح لك هنا تركب علبه فيها 4 مديول ولا لا؟ ترجع للسبيكتش، قال لك ان احنا اخرنا 2 واي و3 واي،
تمام؟ مش مسموح لك انك تستخدم علبة 7 في 14 في مفاتيح الانارة خالص، اخرك 1 و2 و3. لكن انت عندك اوبشن انك تركب 4 جانج، لا هو منعك من هنا انك تركب 4 جانج. عرفتها من الاسبكس. حضرتك هتاخد الارتفاع، مش احنا قلنا ان كل الارتفاعات بتاعه الكهرباء من السنتر الا لوحات من الطب؟ هو الحاجة عكس هنا، قال لك في الماونتنج هايت في الارتفاع بتاع المفاتيح، قال لك ان الماونتنج هايت اوف فول ماونتد اوتلت اند سويتش بوكسز شيل بي از سبيسيفايد اند ابروفد باي انجينير. لكن بتتقاس منين؟ من البوتوم بتاعت البوكس مش من السنتر. يعني لما اقول ارتفاع مفتاح الاناره متر، مش هتقول لي من سنتر العلبه، ده من البوتوم بتاعت العلبه من تحت. عكس لك هنا الكلام، بدايه العلبه من تحت، ما العلبه وهي واقفه كده ليها سنتر ولها بوتوم وليها توب. هو حدد لك هنا. هنا بقى في طريقه الاستلام هتستلم مني ازاي؟ قال لي بص، كل الواير تيرمينالز لازم تتفحص وتعمل لها تيست. حاجه ثانيه قال لك اي مفتاح اناره وانا بستلمه منك هشغله 6 مرات، قال لك اوبريت اتش ديفايس اتليست 6 مرات، هتفتحه وتقفله 6 مرات عشان تتاكد اذا كان مظبوط ولا لا. حضرتك لو عندك حاجه تايمر او عندك مكنه سلم لازم هتكيفها، اللي هو انك تعمل لها ادجاست للسبيكس اللي انت عايزها، هديت كل 30 ثانيه ولا 40 ولا 50 ولا 60. قال لك ان انا هاجي انت قدمت لي الفولتج دروب بتاع الشغل، مش انت اللي قدمته؟ وقلت ان هو بيحقق كذا، تمام. قلت لي انه 2% في اللينيا دي، طب الفولت عند اللوحه كام؟ 220 او 380. ال 2% بتاعته تنزل كام؟ تنزل 4 فولت، يعني انا لما اقيس هنا هتبقى 216. انت اللي قلت، هاجي بقى عند كل ديفايس اقيس الفولت 216 ولا لا؟ لو اكتر من كده مسؤوليتك. فاهم حاجه؟ لما تعرف ان ده الصح وده اللي هيستلم عليك منه، تمام؟ ايه عليك منه دي؟ هيستلم منك عليه، فده الصح بالنسبه له، يبقى لازم يتطبق ولا لا؟ خلاص انا كده قريت الواير وقريت هو عايز مني ايه، وفوق بقى لو قريت هتعرف هو محتاج مفاتيح ماركتها ايه والنوع ايه وفي قرص هينزل المفتاح ولا مفيش. هو وصف لك كل حاجه، فهو الراجل كده حدد النمط، كتر خيره، تمام. بس انا عندي هنا في الرسمه بتاعتي المشروع، انا عارف ان كل الادوار هيتحط فيها كيبل تري واخد منها، بس هو مش موجود هنا دلوقتي، يبقى لازم انا اروح اجيبه من رسمه الكيبل روتنج واجيبه هنا. اضغط عليه كده واعمل سيلكت سيميلر، كليك يمين سيلكت سيميلر، جبته معاك كده كله. اعمل بقى كوبي سي او كوبي بيز، قال لك حدد لي البيز بوينت، او انتوا بتعملوها اختصار تقريبا كده مش فاكر هو ايه. انا هحدد البيز بوينت هنا وارجع الرسمه بتاعتي، اعمل بي اوتوكاد، وجبت الرسمه وهحطها هنا. بس انا ما جبتهاش مظبوطه، اعمل كنترول زد. سلكت سمر كلها متحدده معايا. طب تمام، اختار كوبي كل واحد بطريقته، يجيب لي رسمه التري يحطها هنا، واللي مش عارف يرفع ايده بس عشان حد يجي يساعده. انا كده على اعتبار ان انا حددت اللوكيشن بتاع الار سي بي وحطيت الكشافات في اماكنها وعدلتها وعدلت المفاتيح في اماكنها، عندي ثلاث حاجات، تمام. اول حاجه هقول ان انا هوصل السويتشز. تيجي نفهم فكره مع بعض عشان تقتنع. لو ده مفتاح هندسه ودول كشافات
ودي اللوحة. حضرتك هتعمل ايه؟ هتجيب الهوم ران هنا وتنزل على المفتاح. انت مشيت كده موتت اللاين في اماكن ما موتوش. طيب لو نقلت المفتاح ده من هنا، انت بقى اللي هتحدد. لو نقلت المفتاح ده من هنا لهنا، اقرب كشاف للوحه فين؟ مش ده؟ حلو، وصلت اهو. طب كملت هنا ونزلت من هنا، مش اللاين كده ميت هنا وهنا وقطع الطول ده كله؟ طب ما تاخد مسار موازي ليه وهاته هنا، مش اللاين اللي مشي هنا مشي هنا بس بقى مش ميت في الكشافات فاقدر اصينه. فحضرتك تنقل السويتش لاقرب كشاف للوحه، يا اما تعمل ايه؟ طالما انا كده كده ماشي نفس المسار، ادي اقرب كشاف للمفتاح. بس المشكله هنا في التوصيله دي ايه؟ انا كده عندي ثلاثه سيناريو. السيناريو الاولاني ان انا جيت من هنا، النيوترال واللاين مشوا المسافه دي بس اللاين ميت. طب لو انا جبت المفتاح على هنا والنزل على هنا، لازم بقى تبقى فاهم اللاين نفس المسافه والنيوترال نفس المسافه. لكن لو انا عملت كده النيوترال ما مشيش هنا فهيرجع تاني عشان يلف، صح كده؟ يبقى انا كده عندي ثلاثة سيناريو، ان انا وصلت السويتش على اقرب كشاف لي بس موت اللاين في كشاف، او جبت السويتش طالما هيمشي نفس المسافة على كشاف بعيد شوية وما موتش اللاين، او خدت اللاين والنيوترال ووصلت انا لاقرب مفتاح بدون ما اموت وهنا كلفت سلك زياده. يبقى ثلاث حاجات، يا السويتش مات او اللاين مات في كشاف قبل ما يوصل للمفتاح، او السويتش خد نفس المسافه بس ما ماتش، تمام، او خد نفس المسافه وما ماتش بس زود معايا ايه؟ سلك. انت في رايك في الكيس دي توصل على هنا ولا على هنا بالطريقه دي ولا على هنا باللاين وتنزل؟ دي افضل طريقه بالنسبه لك، انك تيجي هنا ومن هنا لهنا. مش كده ضفت ماسوره تاني يعني؟ انا ما ضفتش ماسور تاني، دي ما فيش ماسوره اهيت عشان ما تشغليش، بس انا ما ضفتش ماسور، تمام كده. طب لو عندي اوضه تانيه وده مفتاح ودي كشافات، احنا على الشوب درونج بنعمل مسارات ولا اسلاك؟ انسى موضوع الاسلاك والتتليد دلوقتي خالص، التتليد ده هنعالجه في الهاتش مارك، انسى موضوع التتليد تماما. بالنسبه لك في المسار انك تاخد للكشاف ده من هنا وتمشي مسار جديد، بس المشكله في ايه؟ انا هوافقك، المشكله ان وانا بحسب الحمل حسبت ان الثمان كشافات دول على لاين واحد. هتقول لي ماشي، ما انا هجيب السلك ده والسلك ده واجمعهم في بعض واحطهم في السيركت بريكر. كلامك صح، ما السيركت بريكر هيفصل على الثمانية، بس هنا المشكلة إن أنا كنت موصف سلك 3 في 3 وأنت خليته لي 3 في 6. مش أنت سحبت هنا مرة 3 في 3 ومرة هنا 3 في 3، فأنت أولاً كلفتني ضعف السلك وكلفتني مسار جديد. طب إيه رأيك؟ آخد دعم المشترك بلغة الحساب كده، آخد دعم المشترك وأنزل من هنا. بالنسبة لك كده كويس؟ صح كده؟ انت وفرت في المسار بتاع المواسير، وفرت في السلك، وفرت في المصنعيه، اعتبرت ان النقطه دي كومون مع دي، يبقى بالنسبه لي الكشاف ده اصبح يحل محل ايه؟ اللوح. وادي نزلت نزلت المفتاح بعد السويتش على طول الاولويه، يعني دي كده النزله دي. تاني حاجه للهوم ران، ماشي. يبقى اول حاجه انا هنزل السويتش على اقرب يعني الشوب درونج عشان تطلعه مظبوط، عمرك ما تطلعه من اول مره، لازم هتقعد ايه تعمل وترجع ايه تحسن. فاحنا هنوصل بالمفتاح، بالمفتاح لاقرب كشاف، واحنا شغالين نحاول نخلي اقرب كشاف ده المنطقي للوحه. يعني الرسمه اللي انا كنت عاملها ممكن ده يبقى اقرب كشاف، ده بعيد وده بعيد وده بعيد، انا لغيت ده ولغيت ده وخدت اللي على نفس الاستقامه لان هو القريب لايه؟ للوحه. هنجربها مع بعض.
يبقى اول حاجه يلا نعمل نزله السويتش. تعالى كده، ده المفتاح اللي شغال A و B. طب فين A و B؟ ده A وده B، ايهما اقرب للمفتاح B ولا A؟ B صح. احنا هنعمل لير جديده وسميها نورمال وايرنج مثلا، وتعالى عند اللون نختار ده الشامي ده، واضغط عليها مرتين خلاص كده انت ايه فعلتها. كلنا عملنا لير جديده وسماها نورمال واير. اول حاجه هنعملها في النورمال وايرنج ان احنا ننزل نزله المفتاح. هناخد من بي ولا من ايه؟ خد من بي. هتيجي من السنتر بتاع المفتاح وتنزل شويه منطقيين كده بحيث انك ما تجيش عند المفتاح، يعني وانت بتعمل بتاخد بالعرض الهوريزونتال ده، ما تنزلش هنا بحيث انك تعمل تقاطع في المفتاح، خليك من فوق شويه تمام. وتاخد خط من المفتاح، اعمل امر فلت يبقى كده نزلت اول مفتاح. كله نزل اول مفتاح اللي هو A و B. طيب عندي مفتاح C و D، C و D شغالين فين؟ ادي C وادي D. هتشتغل من انهي؟ هتخليه بعيد شوية عن المسار ده. واعرف ان ده مش شغلك النهائي، احنا بنحاول نطلع شغل. عندك بعد كده اي و اف. ايه؟ لا هو التقاطع عادي، وانك تقطع عدد لا نهائي من المواسير عادي، مش عشان التقاطع تطول المسار. اكيد مش هتبقى حلوه انك تطول اللاين وتطول نزله المفتاح عشان ما يبقاش فيه تقاطع. انت مش بترسم الشكل، مش بتعمل بورتريه، عادي ان يبقى فيه تقاطعات. هنا الاقتصادي اوفر يعني. طب انا عندي اي و اف، اخد من انهي؟ من اي اكيد تمام. طب اخر واحد جي و اتش، يبقى من جي نزل عليها ايه؟ مباشر كده. الوحيد اللي لو عدلته يقلل تقاطع عندك الاوضه دي، داخلها كام خط؟ اتنين نورمال واتنين امرجنسي تمام. بس انا بوصل النورمال، احنا شغالين نورمال يمين اليمين صح؟ الشمال. النورمال اليمين ولا الشمال؟ ده ولا ده ولا ده؟ الشمال. طب حلو ماشي. حاجه جاي هنا من على التري كده، الغي الاسناب ده، عايز اجيب الهوم ران. بدل ما تقعد تعيد في الرسمه كتير هقول لك على حاجه ايه ممكن تعملها. مش انت رسمت الخط ده كبيره او اعمله بامر الاوفست اللي هو ده،
قول له مثلا 50 بلاش 50 خلي 100 مثلا بس خلاص كده جيت هنا وعملت ايه 2 ارسم الخط الاولاني هنا يبقى بعيد عن اي كشاف وبنفس المسافة اللي عملت لها اوفست اعمل له ايه اوفست برضو ب100 انت بتحاول تخلي بس شكل الدرافتنج شوية حلو ومن غير ما تفكر هو رايح فين خد الفيلت ده للاولاني وخد الفيلت للتاني كده انت حافظت على ان المسافات البينية بين الخطوط شكلها حلو طول ما هي ايه متوازية. طب اول خط عندك في النورمال مش انت عندك سي ودي نورمال واي وبي نورمال انهي اللي نزلت عليه بالمفتاح شمال وانهي اللي نزلت عليه بالمفتاح يمين اليمين البي صح يبقى تاخد الخط اليمين اللي جاي معاك ده عشان تقلل التقاطعات على البي احنا لسه مش عارفين اصلا هو هيعمل تقاطعات شكلها ايه بس انا هوصل ده هنا يبقى انا كده وصلت البي طب وانهي شمال حاجه جاي من الكشاف ده وموصل ده وكل ده لسه مش بحافظ على شكل الرسمه تعالى بقى نرجع ننضفها شويه انا هنا في السي قطعت الجي ككشاف وقطعت البي ككشاف وخدت 90 هنا و90 هنا طب ما تفكر تفكير تاني ايه رايك لو خدت خط موازي ده من نفس المكان بتاعه ما غيرتوش وجيت هنا قبل ما اقطع اي كشاف وقفت وجيت جاي هنا داخل على الكشاف بتاعي مباشر مش انا كده قللت زوايا وقللت دخول كشافات تانية خلاص يبقى انا هاجي عامل فيلت على ده ومسح ده من اساسه تمام طيب تعالى ناخد السي السي دلوقتي كان راوت مع الدي بماسوره وانا حطيت عليه ماسوره نزلت المفتاح وماسوره ثانيه في مخرج بالشكل ده طب هو السي من وجهه نظرك محتاج كم ماسوره ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة لحد دلوقتي أربعة لأن واحدة فوق وواحدة من هنا وواحدة من هنا وواحدة من هنا يبقى أربعة أربعة تاخدهم من الاتجاهات الأساسية تاخدهم من الاتجاهات الأساسية ولا تاخدهم اتنين قصاد اتنين ما هو الأربعة ما فيش منه غير شكلين أولاني كروس فكر ثانية كده وقول لي بص للمخرج كده وقول لي تاخد اتش ولا تاخد كروس افضل حل ليك هنا الاتش لان اتنين مجبرين ان هم يبقوا من تحت بتاع نزله المفتاح وبتاع واتنين واحد ممكن يمشي يمين واحد يمشي على طول فافضل شكل ليك هنا الاتش عايز تخلي شغلك على طول الخط حاجه محترمه عندي ليك فكره عايز تخليه بالوايم في فكره تانية لو انا خدت بولي لاين من هنا ورسمته على الطرفين بتاع الكشاف وجيت عامل امر ديفايد وقلت له هنا قال لي كام واحده قلت له ثلاثه وجيت مغير من هنا البوينت ستايل ومخليها الشكل ده وقلت له اوكي فهو عمل لي قسم لي المخرج ثلاثه فعمل لي فتحتين خليتهم عندي دايما ممكن استخدمهم في اي كشاف ايه رايك بقى اللاين يمشي من هنا ويقطع المفتاح ولا يجي على الاولاني طب والمفتاح او ممكن تقلل تقاطعه تيجي عامل ازاي جايب من هنا
اللاين وعامل فلت ومنزل نزلت المفتاح، ومن هنا راسم اللاين وعامل فلت من غير ما تكمل من هنا لهنا وتعمل ترم على الكشاف. لا هو عادي انه يعدي فوق الكشاف مفيش مشكله. ليه؟ لان الماسوره متثبته في السقف لكن الكشاف سقف الصاد، فعادي هنعمل له بس ايه بريك وخلاص كده. انا خلصت اول لينيا، اعملها بالشكل ده كده يلا. والنقطتين ده هم ممكن حضرتك تحتفظ بيهم في اي مكان وتيجي تحطهم على اي كشاف هتعمل بي اتش. تمام، ممكن تحتفظ بهم كبلوك اساسا يعني. يبقى كده كشاف متقسم ايه حرف اتش. بس انا طالما هعمل اتش هاجي معلمهم واعمل لهم كوبي وحاططهم من الناحيه الثانيه اللي انا لسه هستخدمها. وهنا بالنسبه لي ما عادش ليهم اهميه. يبقى انا كده جبت اللاين بتسعينه واحده ونزلت للمفتاح بتسعينتين ومفيش تقاطعات خالص. في حاجات بقى ما بتبقاش باينه معاك في السقف زي الكاب الخرسانه، هو انت ماشيها ستريت لكن في السايت بيحسب دي 45 ودي 45 يعني 90، يعني لو حصلت كمان واحده لازم يريح. تمام، لكن انت رسمه ستريت. المعلومه اللي كنت بقولها لك، اخر البوكسز اللي في السقف كام ملي؟ 20 و25. طب لو عندك مسوره 32 عايز تعمل لها بول بوكس تعمل لها بوت زي ده. السيلينج بوكس اللي انا قلت لك واحد فتحه واثنين فتحه مستقيم واثنين فتحه زاويه وثلاثه فتحه عدل واربعه فتحه ويو وواي واتش اخرها 20 مللي و25 مللي، مفيش اكتر من كده. طب لو عندك مخرج الفيلنج ريشيو بتاعتك طلعته لك 32 ومحتاج تريحه هتريحه في بط بالشكل ده. تمام، في الموقع برضو هتلاقي ان لو عندي مواسير ام تي مواسير بي في سي الاولويه اللي يمشي عدل الام تي عشان التاني بتاعه صعب ونعمل الترم من فوق البي في سي. ده شكل التري اللي متعلق عندك اهو، والستريت اليمنت والستريت اليمنت هيتجمعوا مع بعض والمخارج هتدخل عليه. حاجة زي دي لو ظاهرة معاك بتبقى مشكلة كبيرة قوي. ليه؟ لأن أنت ماشي ستريت بس مش في كاب بقى، ده فيها تنزل 90 وتطلع ب 90 وترجع ب 90 وتعدل ب 90. الكاميرا الواحدة أربع تسعينات. فبتعمل إيه بقى؟ كل كاميرا بتحط لها بوط من هنا وبوط من هنا، بتحزمها يمين شمال. فاهم حاجة؟ طب في الحالة دي الهوم ران تمشي على مواسير ولا تري؟ لان التري هيتعلق تحت مش هيبقى فيه تسعينات كتير تحت منسوب القمر، لكن المواسير ما تعلقش كده. ايه ده بيشيل الكفر بتاع المحاره بس مش في الخرسانه نفسها. تمام، ده شكل الفلور بوكس اهو، بس ده مش الفلور بوكس، ده الماسوره اللي هتدخل جوه الفلور بوكس اللي انت بتشتغل عليه. معاك هندسه اقول ايه؟ عشان هم خلصوا المبنى الاول. اه ما انا بقول لك المشروع فاست تراك. لما تيجي بقى تعمل البوب بوكس في 10 لينيات جنب بعض، لو هتعمل البول بوكس في 10 لينيات جنب بعض حاول تجمعهم كلهم جنب بعض. ليه؟ عشان لما يتعمل فتحة كشف حاجة اسمها اكسس دور تبقى في مكان واحد. ما تفهمنا المعلومة دي؟ في
لو دي لوحة وطالع منها 10 لينيات، اللينية دي ماشية شوية وصلة هنا ودي وصلة هنا ودي وصلة هنا، فلقيت دي 14 متر ودي 16 متر ودي 20 متر. انت طبيعي بعد ال 10 متر هتعمل بول بوكس، بس طالما 14 هتقسم على الكام؟ على 2، بدل ما تعمل 10 و4 حطها في النص بقت كام؟ ادي بول بوكس. طب ودي 8 و8 ودي 10 و10. الكلام ده غلط. ليه غلط؟ البول بوكس وظيفته ايه؟ انه بيساعد في سحب السلك. طب لو السقف مقفول جيبسون بورد يبقى محتاج يعمل له حاجه اسمها اكسس دور. يعني ايه اكسس دور؟ يعني بيجي في حته في الجبس ويعمل لي فتحه، والفتحه دي بيثبتها فتحه عيره كده ملهاش لازمه، لما تيجي تصين بتفك الفتحه وتشتغل. طب انت عملت بول بوكس ودفنته في الجبس ليه استخدام؟ ما اتدفن مش هتعرف توصله، يبقى لازم انت تعرف توصله. فالطبيعي انك تشوف الورست كيس كام؟ 10، وتيجي عاملهم كلهم ايه؟ جنب بعض عشان الاكسس دور يجيبهم مع بعض. فاهم حاجه؟ ماشي. طب احنا كده خلصنا لينية انارة، انا عايز بقى اتاكد من الفولتج دروب بتاعها. مش احنا كده خلصنا لينية انارة؟ او تعالى ايه نكمل الدرافتنج كله مع بعض. ايه رايك انا كاستشاري وانا براجع الرسمه اضغط على هنا انا هلاقي تريم، تعالى نعمل امر التريم او البريك بقى، تيجي اعمل لك ايه؟ رسم خط هنا. نعم. حلو، هعمل بقى امر البريك. واجي موفها كده من النص هنا، واجي واخدها مكبيرها هنا. كمل معايا يلا عشان نعمل بريك على الاثنين دول. هي المحاضرة اللي تحت بدأت؟ حلو، انا كده عملت بريك يمين وشمال كشاف، هما الاثنين كده اعمل لهم سلكت واعمل لهم كوبي من سنتر الكشاف ده من سنتر الكشاف، اجيبهم لسنتر الكشاف الثاني زي ما هم كده عشان ما اقعدش اعمل كل بريك بحاجه معينه. واجي واخد بقى محدد ده وده، واجي اعمل ايه؟ تريم، وشايل اللي بينهم، واحدد ده برده وده، او ممكن الاثنين تعملهم بحاجه واحده. وجايب اللي ما بينهم، يبقى انا كده قطعت عندي تسعينات. اه تسعينه واحده اهي، الاطول مش كبيره. القديم ده شيله من هنا. كم واحد في المحاضره اللي تحت يا حسام؟ كامله 30 يعني. امسح الخطوط القديمه ملهاش لازم عندك. تمام؟ ماشي. تعالى حسن اعمل جروب واعمل اللي على اللينيه دي، بس اعمل جروب واعمل لي البول بوكس اللي هيبقى على التري. تمام؟ واعمل لي الدايمنشن. صوت بقى كده عشان ايه؟ ده التري بتاعي. حلو؟ انا عندي لينيا عايز اغذيها ايه؟ باللاين والنيوترال ايرث. ماشي بالكابل بتاعي من اللوحه. لاين نيوترال ايرث، عايز اطلع من التري ليه؟ للاول كشافه او اول مخرج انزل منه على المفتاح وانزل باللاين وارجع بالايه؟ بالريتيرن. طيب انا عشان اخرج من التري فانا محتاج ان انا اخوش فيه، اعمل فتحه فيه. طب الفتحه دي بعملها ايه؟ انا باجي في الجدار بتاع التري، احنا قلنا ان التري عرض ده الويتس بتاع التري وده ايه؟ الهايت بتاع الارتفاع بتاعه. حلو. طيب انا باجي هنا في الجدار واعمل فتحه واخرج بحاجه اسمها ادابتر
بيبقى ادابتر ايه؟ فليكسيبل. بخرج منه بماسوره فليكسيبل، اخش على المخرج جنب التري على طول. يبقى انا بخرج من التري بادابتر فليكسيبل، وبعدين اكمل بماسوره فليكسيبل، اكمل بماسوره فليكسيبل، اخش على المخرج راكب في السقف، وبعد كده اكمل ايه بالمسارة بتاعته. حلو. يبقى هو لو رسمناه برضو بطريقه تانية، لو قلنا ان ده المخرج طلع منه الماسوره اللي راح الاول كشاف، فانا هاجي بالفلكسيبل بتاعي من هنا، انزل بقى ادابتر فلكسيبل على ايه؟ على التري. ده اللاين اللي جات اللي كان مرسوم وقت. أيوة. التري، وادي جول بوكس قبل التري، لان الماسوره الفلكسيبل مش هتعرف تسحب فيها مباشره لما يلف في البايب، لازم تحط ما ينفعش تحط فلكسيبل في ماسوره سوليد، لازم يبقى ما بينهم بوط. البوط ده قبل التري عشان تعرف تسحب، وادي النازله الفلكسيبل، وبفتح في جدار التري واركب الادابتر. ليه ما بتنزلش بدي مباشر؟ عشان الصيانه. ما ينفعش يبقى في حاجه مميله كده وما تعرفش تحركها يمين او شمال وتوصل للي فوقيه، يبقى انت كده قطعت الصيانه عن السقف. لازم فليكسيبل، عشان لو انا محتاج اشتغل في الماسوره دي احركها يمين شويه واحركها ايه؟ شمال شويه. يبقى انا عندي ده التري، ده هنا جسم ايه؟ التري، وهنا خارج بالادابتر ماسوره فليكسيبل داخل على المخرج ومكمل ايه؟ المسار الفليكسيبل بتاعت العاديه. يبقى انا اول حاجه محتاجه ان انا وانا خارج من التري ارسم ايه؟ الادابتور بتاعي، ولكن ايه؟ ده شكل. وبعدين ارسم رمز ان انا رسم ايه؟ ده الفليكسيبل ايه؟ بتاعي، واكمل باللاين بتاعي اللي هو ايه؟ اللاين بتاع الارس. يبقى كده
يبقى ده التري بتاعي خرج بقى دكتور، وبعدين الماسوره فليكسيب، وبعدين نكمل ايه الماسوره البيبي سي العاديه. تمام. نيجي بقى ايه للهاتش مارك بتاع اللينيا بتاعتنا. انا بخرج من اللوحه بايه؟ بلاين ونيوترال ويف. يبقى انا جيت من اللوحه من هنا بلاين ونيوترال ويف، دخلت على اول كشاف تمام، اخدت منه بلاين ونزلت على المفتاح، لقيت ان المفتاح بتاعي كام جنج؟ 2. يبقى انا عندي كام راجع؟ عندي 2 ارتير. يبقى انا لو جينا يعني ايه نفصل الهاتش مارك مع بعض، انا جاي من التري بلاين ونيوترال ويف، البريدج اللي بين الكشاف والمفتاح عليها ايه؟ نازل بلاين وراجع باتنين ايه؟ اتنين ريتيرن. طيب الاتنين ريتيرن بتوعي لو شفنا المفتاح هنلاقي المفتاح عليه رموز اللي هو سي ودي. حلو؟ هنشوف تقسيمة الكشافات، هنلاقي ان هو واخد اول الصف ده كله مع بعضه على ريتيرن واحد، والصف دي ريتيرن اتنين. يبقى انا عندي اتنين ريتيرن، الريتيرن الاولاني بيغذي اول اربع كشافات، الريتيرن الثاني بيغذي الاربعه ايه؟ الثانيين. حلو؟ تمام. يبقى انا محتاج اكمل لتغذيه الثلاث كشافات دولت بالنيوترال والارث والريتيرن ايه؟ الاولاني. يبقى انا عندي البريدج بين الكشاف واحد اثنين نيوترال وارث وايه؟ والريتيرن، وده نيوترال وارث والريتيرن، نيوترال وارث والريتيرن. طيب مجموعه الكشافات دي عشان اغذيها محتاجه ايه؟ محتاجه الريتيرن الثاني ومحتاجه النيوترال والارث. حلو؟ طب يبقى انا هنقلهم منين؟ عندي ممكن في طريقتين، الطريقه الاولانيه ان انا هنقل من الكشاف ده على الكشاف ده بالريتيرن الثاني والنيوترال والارث، او من ورا من هنا انقل ايه؟ النيوترال والارث والريتيرن. طب ايه بالنسبه لي الاوفر؟ لا انت تبدا تشوف الاوفر في الصيانه. طيب انا لو خدت الريتيرن الثاني ومشيته في الكشاف ده وده وده وده، لو حصل عندي اي عطل يبقى محتاج افك الاربع كشافات دولت عشان اعرف العطل فين؟ اللي في الخط الثاني جاي منين. يبقى انا الافضل بالنسبه لي كصيانه، ولو جينا نحسبها بعد كده كتكلفه، ان الكابل بتاعي اللي ماشي يلف في المسار ده كله ملوش لازمه. يبقى بالنسبه لي الافضل ان انا اطلع منين؟ من الكشاف الاولاني او المخرج الاولاني بالنيوترال والارث والريتيرن عشان انزل ايه؟ الاربع كشافات دول. نيجي نعمل هاتش مارك كده مع بعض. احنا كده فهمنا الفكره دي؟ كله تمام؟ اضيف بقى كلمه على كلمه مهندس حسن. اي مفتاح، اي مفتاح اللي نازل ليه حاجه واحده اسمها اللاين، وبيطلع منه حاجتين. لو هو 3 جنج او 2 جنج او 1 جنج بيطلع منه عدد ريتيرن مساوي لعدد الجنج، ده في حاله ان مفتاح واحد على اللاين. طب في حاله في مفتاح تاني يبقى يطلع منه حاجه تانيه، يطلع منه لاين. اللاين ده يعتبر بريدج. ليه؟ لان المفتاح ده على اللينيا محتاج نقطه الكهرباء دي اللي هي الكومن، مش دي اللي في البانل، الكومن مع دي محتاج له نقطه. تمام؟ يبقى المفتاح هينزل له لاين ويطلع منه حاجتين، يطلع منه ريتيرن ويطلع منه بريد لو في مفاتيح بعده. طب في حاجه من اتنين، يا المفتاح ده لازق ده فالبريدج هيبقى داخل في منهم 5 سم عدل البريدج في قلب الحيط. طب لو المفتاح فوضى ثاني يطلع على الباب ثاني هيطلع في نفس الماسوره اللي نازل منها اللاين ويروح للتاني. بص يا هندسه، انت كده عايز تعمل بريدج فين؟ من هنا لهنا عادي. تمام؟ وتطلع او ترجع في الماسوره بتاعت الريتيرن تاني وتعدي الكشافات التانيه، يبقى كانك خدت فرد حيه، لان ده لاين وده لاين مكمل. وصل كده؟ تمام؟ كمل يا هندسه، اعمل هاتش مارك. ماشي. نعمل رموز الهاتش مارك مع بعض. احنا عندنا كده استخدمنا كم رمز؟ عندنا اللاين والنيوترال والارث والريتيرن، يبقى نرسم كم رمز؟ 4. ايه؟ ماشي. هنعمل لير جديده من لير اوربتس. نقفل دي كده من لير اوربتس من هنا، هنضغط عليها
خليها الايقونه دي نيو لير. هنسميها الهاتش مارك. حلو، الكل معايا لحد دلوقتي ولا في مشكله؟ تمام. نختار لها اي لون. أنا الأزرق. تمام. لو ضغطت ضغطتين على رمز الورق ده هتبقى ايه؟ هتتحول تبين ايه اللير الكرنت اللي شغال عليه. الكل يفعلها. في مشكله ولا تمام؟ علشان اتاكد ان هي اللير اللي شغاله هبص كده هنا هلاقي ان اللير اللي مفتوحه هي ايه؟ الهاتش مارك. أكمل؟ ماشي. الرمز الأولاني اللاين. أي رمز مش هتفرق. تمام. كل خلاها احمر. من ايه؟ ما ينفعش نجيبهم من اي عادي بلوك ماشي مفيش مشكله. تمام. احنا بنخلي كل حاجه على اللير عشان لما تيجي تطبع تطبع اللي احنا محتاجينه بس. وانا بعمل مواسير مش محتاج اسلاك في حاجه. اخف الرسم عشان يقدر الصناعي يقراها. يبقى اول رمز هنعمل ايه؟ اللاين. نعمل بلوك ونسميه لاين. تحدد له بيك بوينت. انا لما باجي بنقل الاربع اللي هو خطوط الهاتش مارك انا بحطها على الخط. فانا بقى محتاج ان انا احط الهاتش مارك على الخط منين؟ انت فاتح الشيت ليه؟ لا ركزوا معانا كده ماشي. بقى محتاج احطها منين؟ بالسنتر. يبقى لما اجي اخد البيب بوينت بتاعه خطوط الهاتش مارك اخدها فين؟ في السنتر. طيب انا لو خدت الهاتش مارك بتاعي ده وجيت حطيته على الخط من السنتر يبقى الهاتش مارك بقى ايه؟ مغطي الخط. يبقى الافضل ان انا اخلي الهاتش مارك ايه؟ مايل بزاويه. بحيث لما يتحط على الخط يبقى هو واخد نقطة من الخط مش واخد ايه؟ الخط كامل. تمام؟ حد عنده مشكلة؟ ايه؟ روتيت. اكتبي ار او. لحظة اقول لك هندسة. لو انا سيبه ايه على عدله تمام وجيت احط على ايه ان هنا لاين ونيوترال ويرس يبقى هيبقى في خط فيهم مغطي الخط بتاعي ممكن ما يبقاش ظاهر في الطباعه. حلو. يبقى انا لما بطبع انا مش بطبع الواق انا بطبع ايه ابيض واسود. يبقى اللاين بتاعي اللي هو الماسوره اللي شايله اللاين نيوترال ايرس او شايله نيوترال ايرس وريتيرن مش هيبان عليها ان في خط تاني بيحمل ايه هاتش مارك.
يبقى انا بعمل بميول بحيث ان هو يبقى ايه ظاهر ليا. تمام ولا في مشكله؟ احنا عملنا اول رمز اللاين، بعد كده نعمل الريتير. تمام، حد عنده مشكلة ولا نكمل؟ ده كده الريتيرن. نكمل بعد كده عايزين رمز للنيترال. اي رمز مش هتفرق بقى، كل واحد شاف ايه. تمام نكمل لاين، مش هتفرق يعني انت لو خليت ده اللاين ده النيترال ايا كان هو الرموز بتاعتك، اهم حاجه تعرفها في ليجند او تكتب عليها الرموز. يعني لو انت عاوز تاخد الخط ده تحطه في الليجند تكتب جنبه لاين، او تيجي عليه من فوق من هنا تكتب حرف ايه ال، بحيث اللي يجي يقرا يبقى عارف ان ده ايه اللاين. تمام بعد كده ايه اخر حاجه الارث. تمام حد عنده مشكله ولا نكمل؟ يبقى انا كده عملت اربع رموز بتوع لاين ريتير نيوترال الايه الايرث. تمام طبعا زي ما معاكم بلوكات او ايا كان دايناميك بلوك او الرموز اللي انت عاملها قبل كده مش هتفرق معايا في حاجه. حلو اكمل ماشي. نعمل ده بلوك ونسميه ريتير. وده بلوك نيترال. وده بلوك للإيرث. احنا اتفقنا مع بعض ان انا جاي من الفريم بلاين نيترال ايرث، نزلت المفتاح بلاين ورجعت باتنين ريتير، طلعت لاول برانش من الكشافات دي مع بعضها بنيترال ايرث وريتير، والبرانش بين الكشاف الاولاني والكشاف الثاني برضه نيترال ايرث وريتير، والبريتير فيهم كام؟ نيترال ايرث وريتير. يبقى انا عندي اول حاجه من المجموعه ديت احنا قلنا اول حاجه طالع من ريتير بايه؟ لاين والنيترال والارث، اخدهم كوبي. هرصهم جنب بعض. تمام؟ وبعدين اخدهم كوبي. وعلى البرانش اللاين والنيترال وايه؟ والارث. انت وانت شغال الافضل لك يعني انت وانت شغال تعمل هاتش مارك في البلانه كلها انك تاخد مثلا رمز اللاين نيوترال ايرث وتروح توزعها في كل البلانه.
يعني انت بعد ما تعمل الوايرنج بتاع النت بتاعتك تقوم واخد رمز اللاين ميترال ليرث، بدل ما تعمل كل شويه تغير بين الرموز وكور وتحدد ده او ده او ده، لا ده انت تاخد اللاين ميترال ليرث وتحط على اللينيا دي واللينيا الثانيه واللينيا الثالثه، ايه تخلص كل الرموز اللي هي اللاين ميترال ليرث في المبنى كله. الحاله ديت انت عملت كل الهاتش مارك في البريجات في الكشافات وبعضها في ايه في اربع او خمس خطوات، ما فضلتش من كل واحده فيهم ايه مره رايح باخد كله ورايح جاي. تمام، وانا كده عملت اول حاجه اللاين نيوترال ايرث اللي جاي من اللوحه، وعملت النيوترال ايرث والريترن اللي مكمل ايه اللين. حلو، يبقى لسه عندي ايه نزله المفتاح. احنا قلنا هننزل بلاين ونرجع باثنين وعملنا الهاتش مارك، هنعمل الابعاد. طيب انا عندي في الغرفه ديت 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 32 كشاف. انا المفروض ان انا احدد لكل كشاف فيهم البعد بتاعه، يعني هو الصنايع او الفني اللي جاي ينفذ عايز يعرف النقطه اللي يحط فيها البوكس اللي يسحب منه مخرج الاناره ده، فهو اكيد محتاج بعدين بعد افقي وبعد تاني عشان يحدد له ايه النقطه بالظبط. حلو، طيب انا هحدد الابعاد بناء عليها ظبط. اول حاجه انت هتشوف منطقة او خط معين انك تاخد فيه الابعاد كلها على سنتر واحد وما تكونش متداخلة ولا متداخلة مع اي خطوط تانية، يعني ما ينفعش اجي هنا كده في الزحمة لو في زحمة مثلا هنا او هنا في المنطقة دي اللي فيها كل ايه اللينيات بتاعتك اللي داخلة وفيها كل البريتيات من الكشاف للمفاتيح واجي اعمل الابعاد بتاعتك كلها ايه هنا، لا ده انا اشوف منطقه فاضيه بحيث ان ما اعمل الابعاد بتاعتي تبقى واضحه في الطباعه بعد كده، ما يبقاش في حروف او ارقام جايه على ايه جايه على لاين على على لاين. تمام، يبقى اول كشاف والابعاد بتاعتي ما تبقاش بين الكشافات وبعضها بس، لا ده انا محتاج ريفرنس اخد منه البعد، يبقى انا عشان اعمل كشاف البعد بين الكشاف ده والكشاف ده وبالذات وده انا عارف اه بعدهم عن الكشافات وبعضها لكن ما اعرفش بعده قد ايه عن المحيط، يبقى الريفرنس بتاعي لو انا شغال اكسبوز ممكن اخد من اي حيطه عادي، لو انا بمدد بعد ما المباني بتاعت البنات انا ممكن اجي وانا بمد المواسير اخد البعد خلاص هو الجدار ده موجود فناخد البعد منه عادي، لكن لو شغال امبيدد في السقف برمي سقف وانا شغال على الخشب بتاع السقف في الحديد وكده لا ده انا باخد البعد بتاعي من عمود لان مبقاش ظاهر حوار ايه فوق السقف. تمام، يبقى انا هنا شغال احنا عارفين احنا شغالين اكسبوز فانا ممكن اخد البعد من اي ايه من اي جدار عادي. يبقى نيجي نعمل الابعاد مش انت انت خلصت ده الكلام ده خلص خلاص مهندس الحمد لله في الاول لازم يكون الارس دي لان احنا عارفين احنا مش هنعملها دلوقتي اللي هي ايه بقى؟ بقى الارس دي ماشي مش هتعمل ايه؟ مش انت سقطت الاول السقف وعدلت كشاف البلاطات ولو عندك كردانه مع الفاير الارم مثلا او مع الاتش فاك ايه؟ الابعاد مش هتتحط غير لما تكون محطوطه الار سي بي؟ ليه؟ انت عاوز الار سي بي في ايه دلوقتي؟ انت خلصت كاردنت عدلت الكشافات في البلاطات، الار سي بي اصلا بتبقى زحمه في البلان ده انت المفروض تمسحها، يعني انت بعد ما تعدل كل كشافاتك تعدل الكشافات وتنقلها في البلاطات تمسح الار سي بي عشان وانت بتطبع يبقى الرسمه ظاهر قدام منك الكشافات والوايرنج والهاتش مارك بس، انت محتاج الار سي بي في ايه؟ اصل الار سي بي مش هتتنفذ في الموقع غير بعد ما تخلص ده. يعني انت الار سي بي السقف المعلق انت بتمد خرط مواسيرك وخراطيمك ايا كان اللي انت هتشتغل بيه في السقف الاول حلو قبل السقف المعلق، بعد كده هو بيركب السقف المعلق ويقوم مفتح لك البلاطات في اماكن الكشافات دي، فتلاقي في الاكسبل بتاعك نازل تقوم انت ايه مركب الكشاف، يبقى انت احنا شغالين شيب رونج ده الاول خالص عشان يمد ايه المواسير بتاعته قبل السقف المعلق، فالار سي بي ما تفرقش ما تلزمكش هنا في حاجه. يبقى انا عندي البعد قلنا ناخد البعد منين؟ من الحيطه عادي طالما انا شغال اكسبوز. اجي الابعاد بتاعتي لقيت ان البعد بتاعي جاي بالايه؟ بالملي. حلو؟ اكيد لو هو بالملي فانا مش محتاج اي ارقام عشريه، اكيد انا مش هجيب جزء من ملي رقم 10. حلو؟ يبقى اروح اعدل ايه؟ الدايمنشن بتاعتي. نكتب رمز دي او حرف دي. حلو؟ هتظهر ايه الدايمنشن موديفاي ظهر عندي ايه شويه ايقونات فوق هنا الاولانيه اسمها اللاين وديت ايه بتحدد الخصائص بتاعه الخط بتاعك
انت محتاج خطوط ولا مش محتاج خطوط؟ هي الخطوط دي محتاجها تبقى ظاهره ولا مش ظاهره؟ وليكن هنخلي الخطوط مثلا لونها اخضر، ده الخط اللي بعرض، هننزل تحت نلاقي الخط ده مثلا لونه اخضر برضه، فهو حدد لك ايه الخطين الرأسين دول. حلو، يبقى انا كده حددت ايه الوان الخطوط اللي انا محتاجها. انا لو مش عاوز الخطوط دي تظهر من الايقونتين دول بلغيهم، يبقى الايقونتين اللي تحت دولت ممكن الغي الخطين او ايه او اسيبها. تمام، نكمل. بعد كده هنروح الناحيه الايقونه الثانيه، هو بيقول لك ايه الرمز بتاع السهم بتاعك، انت محتاج السهم. سهم لو فتحناه كده عاوز سهم مقفول ولا سهم مفتوح ولا خط ايا كان ولا نقطه ولا دايره، شوف انت محتاج شكل السهم بتاعك ايه وتعمله. هنيجي تحت هنا هتقول لك ايه حجم السهم بتاعك. فاحنا لو بصينا في الرسم هنلاقي ان اصلا السهم مش موجود، فالحجم بتاعه ايه صغير. عشان نتاكد ونعمل حجم وما نعرفش نجرب كتير، هنروح على احنا شايفين التكست ظاهر، الخط ظاهر، هنروح على التكست هنلاقي ان الحجم الخط بتاع التكست كام؟ 200. حلو، يبقى انا اروح اخلي حجم السهم قريب من ال 200، يعني اخليه 200 او اخليه 100، بحيث ان هو كده يبقى ايه ظاهر، بدل ما اقعد اجرب ايه هو هنا عاطيني ان هو 18 من 100، لا ده انا اقعد اجرب واحد ما ظهرش، 2 50، لا ده انا عشان ايه انجز الوقت بتاعي اشوف حاجه في الابعاد ظاهره ليا واعمل ايه السايز بتاع السهم بناء عليه. فانا عندي لقيت ان السايز بتاع الخط 200 بس برضو ايه حجمه كبير، فانا هخلي حجم السهم بتاعي وليكن 50، واروح اخلي حجم الخط بتاعي هو ما بتعدلش، اشمعنى؟ ايه؟ لا هو ما هو مش حدد، مش مديك اوبشن ان هو يغيره، ده ممكن حاجه في خصائص الخط نفسه ايا كان. بعد كده مش مشكله بقى، لا هنا اهو خلي حجم الخط ايه؟ على الماضي، بس هو المفروض في الطبيعي تبقى ظاهر لك على طول انت تعدل في ده من غير ما تضغط هنا، بس هو تقريبا عشان الخط ده الستاندر بتاع الرسم فهو عامله لك ايه؟ قافل لك هنا وقايل لك انك تعدل من ايه؟ من ثلاث نقط دول. بعد كده اغير في شكل اللون بتاع التكست ايا كان انا عاوزه ايه؟ 100 100 تمام معايا؟ نكمل؟ حل الصوت شوية بس. ماله؟ اللي هي أيقونة الثلاث خطوط دول، الثلاث نقط دول ضغطت عليهم هيظهر لك أيقونة غيرت الهاي بتاع الخط من هنا. تمام؟ بعد كده اليونت بقى اخر خطوه عندي، انا شغال قلت انا شغال ملي فمش محتاج ارقام عشريه، هاجي هنا الفيريوس بتاعتي هخليها ايه؟ صفر بس. انا شغال ملي فانا برضو محتاج ان انا اقرب مثلا ل 100 ل 10، لكن لو شغال لمتر فمحتاج اقرب لواحد من 10، فانت بتشوف انت شغال ابعادك ايه؟ يعني لو انا شغال بالملي اكيد مش لو ظهر عندي ان 1950 ملي او 1947 ملي اكيد مش هروح اقيس 47 ملي. فانا محتاجه مثلا تبقى 1950 او 1900، فانت تشوف انت هتشتغل بالبيريو بتاعك عباره عن ايه وتكتب الرمز ايه كوموتا هنا. فلو قلنا ان احنا نشتغل 50، حلو، وبعدين اضغط اوكي الاقي ان الخط بتاعي ايه
بتعدي بشكل ايه يناسب الرسم او سكيل الرسم اللي عندي. السهم ظهر والكتابه ايه ظهر 50 عشان يقرب لي لقيمه معينه. يعني هو يقرب لي ده لقيمه معينه فانا بقرب ل 50. لو هي مثلا كان اكبر من 50، لو هو مثلا 1063 هتلاقي قرب لي الايه لل 100. تمام التحديد بتاعها. تمام وده ايه لو خليت لهم برضو اصفر هما كمان. حد عنده مشكله هكمل بعد كده. ده السهم، ده خصائص السهم بتاعي. فانا مختار السهم الصلب ده لو لغيته وخليت مثلا الشرطه دي هلاقي هو اتغير وعمل لي شرطه مكان السهم. تمام ده حجم السهم بتاعي. هو مثلا لو انا شغال لقيت ان السهم بتاعي اصلا مش ظاهر، فانا عشان اعرف اقرب حجم او اقرب سايز اعرف اشتغل عليه ويظهر في الرسم اشوفه منين؟ من التكست. وممكن الاقي وانا شغال ان السهم ظاهر لكن الكتابه نفسها اللي فوق الدايمنشن مش ظاهره، يبقى اشوف من السهم حجمه قد ايه واروح اعدل فين؟ في التكست. تمام؟ يبقى انا لقيت هنا ان التكست كان 100، يبقى ارجع للسهم واخليه ايه؟ رقم قريب من 100. انا عايز السهم كبير اخليه اكبر من 100، عايزه صغير شويه اخليه اقل من ايه؟ من 100. بعدين التكست ده اللي هي الخصائص بتاعت الخط بتاعي، لونه، المقاس بتاعه. تمام؟ بعد كده اليونت. هنا لو انا عاوز اخلي فيه علامات عشريه فبختار شوف انا عاوز كام علامه عشريه. ده البريد ده لو انا عاوز اقرب رقم معين فهو بيقرب لي ليه؟ هنا الفاكتور ده انا لقيت ان الفاكتور ده اللي بيحول لي من المتر للملي او من الملي للمتر. انا الفاكتور بتاعي 1 ولقيتني شغال ايه؟ ملي. طب لو انا عايز اشتغل بالمليمتر، انا شغال ملي، لو انا عايز اشتغل بالمتر يبقى اقسم الفاكتور ده على ايه؟ على 1000، يبقى اخليه 1 من ايه؟ 1 من 1000. خليته 1 من 1000، لقيت كل الارقام اللي ظاهره ظاهره بصفر. حد يعرف ليه؟ عشان البريود بتاع الايه؟ ال 50. فانا اعدلها لان انا كنت شغال عليها مل، اخليها مثلا وليكن ايه؟ 1 من 10. حلو؟ طيب والبرسنت هنا برضه اخليها ايه؟ رقم او رقمين ايه؟ طالما انا قربت ال 1 من 10 يبقى انا مش محتاج الرقم الثاني، يبقى اخليها الاول ايه؟ رقم 1. طب بعد ما اضغط اوكي كلوز لقيت ان الخط بتاعي اتغير ليه؟ لمتر ومعايا بين معايا صفر، لان المسافه بين هنا لهنا هتلاقيها اقل من متر وايه؟ اقل من المتر وال 50. يعني اقل من متر و 50 مللي. حلو؟ لو خدت البعد بقى بين الكشاف الاولاني والكشاف الثاني المفروض لو احنا مكردنينها يبقى المسافه منهم رقم مضاعفات ال 60 سم. لو انا مكردن بلاطات يبقى هو رقم مضاعفات ايه؟ ال 60. لو انت وانت شغال لقيت الرقم ده مش من مضاعفات ال 60 تعرف ان عندك مشكله في الابعاد او عندك مشكله في الكردنه من البدايه. طلع معايا 2.1، يبقى احنا هنا ايه؟ في مشكله في الكردنه او احنا ما كردناش. تمام؟ حد عنده مشكله؟ يبقى كده عرفنا الابعاد بتاعتي لو كانت بالملي اعدلها ازاي، ولو كانت بالملي وعاوز احولها بالمتر نعملها ازاي، ونعدل الخصائص بتاعت الخطوط عندي. وانا عندي بس سؤال في جزئيه الماتش ماركس بعد ما حضرتك خلصت. ماشي هنخلص الابعاد. نكمل؟ حد عنده مشكله؟ طيب انا عندي بقى ايه؟ احنا قلنا ان احنا عندنا 32 كشاف في الغرفه دي، ناخد لهم كام بعد؟ انا محتاج ان الكشاف ده اعرف البعد بتاعه قد ايه. هندسه في مشكله ولا عايز اعرف الكشاف ده محتاج البعد بتاعه. طيب انا ممكن اجيب البعد بتاعه ان انا امشي كده اعمل له ابعاده من اقرب جدار واقرب ايه جدار افق وجدار ايه راسي في الغرفه. حلو. طيب ما انا ممكن اجيب الابعاد بتاعتي تبقى ابعاد جنرال للغرفه كلها، ولو محتاج بعد
الكشاف ده اجيبه من فوق، الكشاف ده اجيبه من فوق راس مع ايه؟ مع افق. يبقى انا هوحد الابعاد بتاعتي بره الخطوط زي ما احنا اتفقنا ان انا ما ينفعش اروح اعمل الابعاد بتاعتي جوه الخطوط هنا، بحيث لو انا بطبع تبقى ظاهره ايه؟ في الطباعه. نكمل كده. واحاول على قد ما اقدر اخلي الابعاد كلها على ايه؟ على لاين واحد. يعني ما ينفعش وانا شغال كده اخد البعد بتاعي واحد فوق واحد تحت كده وانا ايه وانا شغال، لا انا اخلي الابعاد كلها على ايه؟ اللاين منت ايه؟ واحد من البدايه لنهايه ايه؟ الشغل بتاعي. عادي ماشي عادي، انا بس اخلص الاول وبعدين يبقى انا كده عرفت البعد الاولاني للكشافات. انا محتاج البعد ده اعرف الكشاف ده بعيد عن الحيطه قد ايه، عاوز اعرف بعد الكشاف ده قد ايه، فانا هجمع ده او الصنايعي او الفني اللي شغال هيقوم يجمع كل الابعاد دي ويجي يحط المخرج ده. طب هو لو هو شغال بقى هيكون بالترتيب، حط المخرج ده يقوم واخد البعد بعد ايه بين المخرج ده والمخرج ده وهكذا هو شغال. تمام، يبقى كده اول ايه اول بعد جبته للغرفة كلها. طيب البعد الثاني انا وانا شغال ممكن اخد البعد الثاني انا عشان المسافه عندي هنا كبيره وانا صغرت حجم الخط فالبعدين مش راكبين فوق بعض. لو رحنا الدايمنشن وعدلنا فيها على السريع كده وخليناها تاني بالملي وخلينا ده ميتين زي ما كان هلاقي ان الابعاد هنا دخلت في بعضها. حلو، طب ايه الحل؟ الحل ان انا ما ارجعش اخد البعد الثاني من نفس النقطه اللي انا واخد منها الريفرنس الاولاني. طب ما انا عندي الجنب الثاني من الغرفه فاضي ده، يبقى اخد الريفرنس بتاع الجدار الثاني من الفاضيه هنا بحيث ان ابعاد الراس والافق ما ايه؟ ما يتدخلوش مع بعض لو انا واخد حجم الخط او حجم اليونت بتاعتي برقم كبير. فهتلاقي ان الرقمين بتاع البعد الراس والبعد الافقي داخلين في بعض، يبقى الحل ايه؟ ان انا اخدها من ايه؟ من الجنب الثاني من الغرفه، يبقى انا اخد من هنا الابعاد وامسح. هو في هنا بانل سكادول؟ ايه؟ بانل سكادول. لا لا بانل سكادول زي ما هو بس كده وانا بانل سكادول بس بانل سكادول زي ما هي. ماشي. على المهي. ده ايه؟ ده التوصيف بتاعي. يبقى انا محتاج. ماشي هنشتغل على ماشي. ده التوصيف بتاعي، انا محتاج ابين في التوصيف ايه؟ لون الفازه والرقم بتاعها ومقاس الكابل والرقم بتاعها وبعدين اللوحه اللي بغزل منها وبعدين مقاس الكابل ونوعه مقاس الماسوره ونوع التركيب اللي عندي. يبقى اول حاجه لون الفازه احنا لو رتبناها ان البانل سكادول بتاعي ال1 2 ال2 ال3 ال4 هنلاقي ان الفازات بتاعتي جايه ايه؟ ريد يولو بلو. يبقى ال2 بتعبر عن الفازه لونها ايه؟ يولو. وليكن ايه؟ ال2 يولو. يبقى اول حاجه عرفت ان هي ايه؟ يولو. طيب هي ديت اول لينيا اصفر ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه؟ الاولانيه ال2 يبقى هي يولو 1.
يبقى انا عرفت انها كده ايه واي واحد بتغذى من اللوحه اللي اسمها ايه دي بي سيرت. يبقى انا عندي الفازه بتاعتي لونها واي وجايه الفازه الاولانيه اللي هي واي واحد وبتغذى من اللوحه الايه الدي بي سيرت. طيب انا عندي مقاس الكابل من البانل سكادول او من الفولتج دروب بتاعي هشوف انا هحتاج ايه كابل مقاسه قد ايه. فلقينا ان احنا هنحتاج كابل مقاسه 3 في 3 سيو العزل بتاعه بي في سي على بي في سي. يبقى انا كده عرفت ان اللوحه بتاعتي ان اللينيا بتاعتي واي واحد واي واحد متغذيه من اللوحه الدي بي سيرت في مقاس كابل 3 في 3 سي يو بي في سي على بي في سي. محتاج حاجه ثانيه اعرف ايه ان الماسوره بتاعتي مقاسها قد ايه بالفيلنج ريشيو. وعملت حساباتي طلع محتاج ماسوره كام 25 مللي. يبقى انا عندي واي واحد متغذيه من لوحه دي بي كابل 3 في 3 سي يو بي في سي على بي في سي 25 مللي متر ايه بي في سي كوندوت. طب التركيب بتاعي قلنا ان التركيب بتاعنا امبيدد ولا اكسبوز اكسبوز. يبقى نيجي نعدل بقى التوصيف. طبعا الكتابه بتاعتنا دايما كلها ايه كابيتال. يبقى واي واحد الدي بي سير ثلاثه في ثلاثه سي يو على بي في سي على بي في سي تمام. في مشكلة 25 ملي متر بي في سي كوندوت وانا قلت ان الماسورة بتاعتي ايه اكسبوزد. تمام. يبقى انا كده حددت الطرق التركيب بتاعتي اللي انا هركب بيها ايه اللينيا دي. عرفت انا الفازه جايه من الفازه من اللوحه الفازه واي رقم واحد من اللوحه دي بي الدور الثالث الكابل بتاعي مقاسه 3 في 3 نحاس الماسوره بتاعتي مقاسه 25 مللي التركيب بتاعي ايه اكسبوز. ما هو انت على حسب الترتيب. يعني انت احنا لو فرضنا لينيا 2 وده لينوار انا فاهم. انا مثلا لو رقمتهم ار واي بي ممكن الثلاثه مع بعض اسميهم واحد ممكن اسميهم واحد اثنين ثلاثه. طيب لو اللوحه بتاعتي كبيره بقى هلاقيني وصلت مثلا اللوحه بتاعتي 140 هوصل لاخر لينيا يبقى بي 48. الافضل نوصل لبي 48 ونوصل لبي 48. ايه؟ ب 16 او ب 16 افضل ان انا اكتب لينيا 48 ولا لينيا ب 16؟ وانت شغال كده عشان تبقى دماغك ايه؟ اعتقد انها يعني افضل ده بالطريقه. ايوه عادي هما الاثنين صح. هو ده اول واخر ده ليبل بيتحط على اللوحه وبيتحط على رسم على لينيا عشان هو في صيانه. بس الافضل بالنسبه لي ان انا يبقى الرقم بتاعه قليل حتى لو اللوحه كبرت على 48 خط يبقى اعرف اكتب ايه؟ عارف اللي هي بتاعتي ماشيه ازاي. هو عقاد ده مثلا هتوصل ل 16 مش عارف ليه. ما هو انت بتيجي تعدي في البلد السنه اللي هندسه وتقوم واخد خانه بتعملها ميرج بواحد وتسحب من تحت تلاقي جامد اللي هي بتاعتك بالترتيب. ار واي انت ماشي ار واي بقى على طول. فتلاقي لو انت عدلتها تلاقي ايه؟ بالترتيب كده. احنا بنقسم اللوحه لثلاث الوان؟ اه هم ثلاث الوان الثلاث فازات بتوعك ار واي والبي. لو كل كشافاتك في اللاين سيلينج يعني لو انت عندك لاين كل كشافاته سيلينج او كل كشافاته وول او كل كشافاته فلور عادي توصل باللاين على اقرب كشاف رايح منه للمفتاح. حلو كده. لكن لو في لينيا مخلطه فيها من ده ومن ده ما تنزلش غير على السيلينج. يبقى الهوم ران ما يدخلش على الكشافات اللي على الحيط. الهوم ران ما يدخلش على الكشافات اللي على الحيط ولا يدخل على الكشافات اللي على الارض. يوصل للسقف يخلص كل السقف وينزل
على الحيطه او على الارض، ده رقم واحد. يبقى هنا ممنوع توصل على الابليك حتى لو كان اقرب كشاف، تمام. طيب المعلومه الثانيه، ان عادي دول يبقوا ثلاث كشافات ومفتاحهم هنا وياخدوا الريتيرن من هنا ويكمل كده، ويبقى ليهم سورس هنا للنيوترال والارث. يعني مش شرط الريتيرن والنيوترال والارث يجوا الاثنين من بدايه واحده، ده الراجع بتاعهم يجي من هنا والنيوترال والارث من هنا ويمشوا مع بعض في مسار واحد زي ما هتشوف في الاباليك دلوقتي، تمام. عادي ياخدوا نيوترال وارث من اقرب نقطه والريتيرن من هنا، ودي كيس سبيشال قوي. طب تعالى كده نشوف الوايرنج الاول هيمشي ازاي. انا عندي كشاف ايه بينور منين؟ من مفتاح ايه. طب المفتاح ده 3 جانج معاه بي اللي هي التواليت من جوه الاربع حمامات دول، والسي اللي هي الطرقه اللي قدام الحمامات، يبقى ايه بي سي بايده البابليك، وواحد دي بايد الاباليك، وواحد ايه بايد المخزن، تمام. هاجي جاي واخد الاباليك عامل لها باك بوكس هي كمان، واخد اللاين بتاع الوايرنج على اول كشاف، واعمل ايه؟ واخد النزله بتاعت المفتاح وانت مغمض، مفتاحين على لينيا واحده وجنب بعض على الحيطه ياخدوا مناوله من جوه الحيطه، ياخدوها كده ياخدوها عكس من فوق كده، الاثنين يمشوا معاك. ايه تاني؟ مفتاح بعيد في حيطه تانيه ياخد معاه ايه؟ لاين. يعني حضرتك هتيجي من هنا بالهاتش مارك ازاي؟ او خلينا نكمل وايرنج، انزل بالنزله بتاعت المفتاح ده. تمام، اللاين والنترا والارث ماشيين ما فيهمش فيهم اي مشاكل، يتبقى الراجع اللي جاي من هنا. يجي نزل من المفتاح ده وداخل على الباك بوكس بتاع ايه اللي هيحصل؟ هيجي لاين ونيوترا والارث من اللوح، ينزلوا هنا بلاين ويرجعوا بثلاثه ريتيرن ولاين. الثلاثه ريتيرن واحد يشغل الاي وواحد يكمل السي والبي. عندك بس مشكله انك لو خليت دي فضلت ماشيه كده على طول هتلف بالسي لحد ما يوصل هنا، ممكن تعمل ايه؟ واحد احتياطي من هنا لهنا. يبقى ايه اللي حصل؟ طلعت بثلاث رواجع، واحد واقف عند الاي، واحد جه عند السي وكمل لزمايله، تمام، وواحد كمل للبي. طب مش هنا ممكن امشي نيوترال وارث؟ اه، يبقى تحذف ده. كمل تاني، ادي اللاين والنيوترال والارث وصلوا هنا، نزل اللاين طلع ثلاثه ريتيرن، هنا بقى الريتيرن ايه مع نيوترال وارث، الريتيرن سي كمل خد دول مع نيوترال وارث، والريتيرن بي وصل هنا وخد نيوترال وارث، والنيوترال وارث وصلوا للكشاف ده، بس لازم نرجع من هنا ايه؟ لاين بريدج من المفتاح ده للمفتاح ده. النيوترال وارث وصلوا من السي اللي هي النهايه لاخر ابليك، وصلوا من هنا لهنا ومن هنا لهنا، والريتيرن اللي واخد لاين بريدج من المفتاح ده رجع الريتيرن خد الاباليك دي. فهمتوا حاجه؟ فهمت حاجه؟ ايه؟ تتليت. ماله؟ ايه اهو؟ اه، اللاين جه منين؟ جه من البريدج ده، والنيوترال وارث كده كده في الشبكه فوق. وصلت كده؟
ايه؟ جاي من الشبكه انهي؟ مش انا عندي هنا لاين ونترا بيرس. يعني حضرتك تقصد خدت اللاين بريدج تحت؟ لا خلينا اكمل اللي اقصده. طب انت اسمك ايه؟ شيماء. انت كنت معايا في اللي كانت ماشي لاين ونترا بيرس حلو كده؟ عندي كشاف اسمه A و C و B، دول خاصين بالحمامات. عندي ثلاثة جنج هنا، التلاتة جنج ينزل لهم لاين والنترال ايرس واقف فوق. طلع ثلاثة ريتيرن، ريتيرن A وريتيرن B وريتيرن C. الكشاف ده هينور ليه؟ لأنه وصل له ريتيرن C مع النترال ايرس. وفي اتنين ريتيرن مشيوا مع النترال ايرس هنا. C مع النترال ايرس كملوا. للكشافات السي ده والأربعة دول. B مع النترال ايرس مشوا من هنا. حلو كده؟ يتبقى الأباليك والإي. طب وانا طالع من هنا دي النقطة الكومون بتاعت اللاين، خدت بريدج داخلي للمفتاح ده عشان توصل له باللاين، وطلعت هنا في نفس النزلة بلاين تاني عشان يوصل لإيه؟ للمفتاح الإي. ده يرجع منه ريتيرن يشغل الإي، وده يطلع منه ريتيرن على الأباليك. بقي لي إيه؟ نيوترال وإيرث للأباليك. مش هعرف اخدهم من المفتاح لان المفتاح ما بيزلوش نيوترال ويرث، فاقابلهم من الناحيه الثانيه بالنيوترال ويرث. ماسوره واحده؟ ليه ماسورتين؟ لا ما انا مش واخد بريدج من مفتاح لمفتاح، ده انا موته من الكشاف ده للكشاف ده. يعني النزله اللي نزلت جابت اللاين وطلعت بالثلاثه الريترن، هطلع معاها بفردت بريدج اناره يروح للمفتاح الاي. تبقى مسوره واحده. ازاي؟ يعني ايه ازاي؟ مش يعني ازاي اللاين بعد ما هقطع في المفتاح ارجع له تاني؟ اقول لك بعد ما تقطعي في المفتاح هيحصل ايه. تعالى كده نرسم ان دي الحيطه، مش دي الحيطه بتاعتي، وده السقف اللي فيه الكشاف ده، وده الكشاف التاني اللي في المخزن. مش انا نزلت من هنا بماسوره والماسوره ركبتها في العلبه، جيت من الماسوره بلاين، وادي مفتاح وادي مفتاح وادي مفتاح صح، وطلعت بثلاثه ايه ريتيرن. طب انا عايز اوصل اللاين للمفاتيح، جيت عامل كده عشان كل مفتاح يبقى معاه السلكه بتاعته. هاخد بقى من هنا فرده سلك رجع. هي كده قبل المفتاح ولا بعده؟ قبل المفتاح صح؟ يعني دي نقطة كومون مع اللي في اللوح، هوصلها فين؟ للمفتاح ده. وصلت كده؟ اتنين لاين، يعني الهاتش مارك هيبقى على النزلة لاين وتلاتة ريتيرن ولاين. طب وانا اللي اصلا حتى من المفتاح وحطيت لاين ما خدتش لها، عشان ما اعملش ماسورة تانية هنا بقى تطلع وتمشي في السقف وتنزل. ليه ازود مواسير لما عندي ماسوره اقدر استخدمها فوق؟ ها؟ تمام. ممكن حد يجي يقول لي طب ما قطعتش في اللاين هنا ليه؟ غلط. اللاين الفرده الحيه ما بيتقطعش فيه، لان هو لسه قايل لك في طريقه الاستلام انه هيختبر ما بين سلك لسلك. يبقى من مسمار لمسمار، المسمار اللي طالع منه اللاين ده بتاع اللاين اللي جاي من اللوحه جاي على المفتاح، ومن مسمار المفتاح لمسمار المفتاح التاني، ما بيتقطعش فيه لا في اناره ولا في باور ولا في اي حاجه. النيوترال والارث براحتك، كده كده احنا هنقطع فيهم عشان يدخل على الكشافات، لكن الفرد الحي ما بيتقطعش فيه. احنا كده تمام؟ ركز معايا، ركز معايا تمام؟ الشده مش بتاع المشروع ده، الشده احنا جايبينه عشان حضرتك تعدل عليه. كان في ايه؟ في لوحه اسمها دي بي ادمن جراوند، مش بتاعتك تمام؟ وإي دي بي احنا هنيجي نعمل ايه؟ الدي بي ادمن جراوند في التاسك بتاعنا هنقول ان الدي بي اس ار اللي هو السكند رايت صح؟ كان فيها كام لينيا؟ فيها 11. هتيجي جاي من سي واحد ده وساحب لتحت 11. اقول لك عندي ميرج؟ لا اجي جاي هنا في دول وعامل انسيرت مرتين، ضفت خلايا يعني، واسحب من سي واحد تنزل هتلاقيها كاتبه كام؟ من سي 1 ل 14. احذف ده اللي هو 12 و13 و14 دلتهم، وتعالى هنا غير
من سي واحد تبقى ال واحد انتر واسحبهم لتحت، هي رقمت لك لوحدها من ال واحد لل 11 صح كده؟ ماشي. الكوندكتور هاتها من البانل سكادول عندك كام؟ اكتب 3 في 3 خلاص يا حسام، واسحب كده. هقول لك 3 في 4 3 في 5 3 في 6 اقول له لا انا مش عايز تعمل كده، انا عايزك تكوبي، تيجي ضغط على المربع اللي تحت ده وقال له ايه كوبي، فقال لك انه كله 3 في 3 تمام؟ تمام يا شباب صح؟ ماشي. قال لك اللود فولت امبير ال1 كان عليها كام كشاف هناك؟ 8 8 في 20 يبقى كده 160. اللي بعدها كانت كام؟ 160. تحسب بقى كام كشاف وتضرب في ال20 وتجمع، قول ان هم كلهم كام؟ 160 فولت امبير. هتقسمي بقى عشان تجيب الوات تمام؟ هتضرب في 9 من 10 اللي هو الدومند بتاعك، يبقى تعمم المعادلة طلعت كلها 144 مثلا. يبقى انت كده هتملى الداتا بتاعت البانل سكادول بتاعك، حطينا 11 لينيا، مقاس السلك، حسبنا الحمل بعد ما حولناه من وات لفولت امبير، وطلعنا الدومند بتاعي. حلو؟ طب الفولت اللي ما هو هو متبرمج لوحده، هو بيضرب في 9 من 10. هو متبرمج لوحده انك بتضرب 9 من 10. طب الفولت الكشافات دي سنجل ولا 3؟ هو في كشافات 3؟ لا ما فيش، كله سنجل، يبقى 220. هو عامل لك المعادله بتاعت الامبير، هيحسب لك كام امبير. اي تغيير هنا يعني لو ده مش 160 320 هتلاقيها بتتغير لوحدها بقت 31 من ميه صح؟ كده هو خد منك ايه؟ بيانات الحمل. ده اسمها بيانات الحمل. يعني ايه بيانات الحمل؟ الوات والفولت والامبير صح كده؟ طيب الطول ده هيتغير من لينيا لينيا، تاخد كل لينيا وتضيف، قلنا هنا 80 لا 70 60 تضيف الطول، الطول بتاع كله. وبنت بتاخد كله مش شرط تطول نزله المفتاح لان مش بيجي الاكيورسي 100% مش شرط تطولها، بس تاخد من ايه؟ من اللوحه للهوم ران اللي هيتاخد من الكيبل تري، وتاخد الوصلات الان بتوين، يعني تاخد الهوم ران والان بتوين وفكك من السويتشنج دلوقتي. يبقى انت هتقيس طوليه الهوم ران ده اللي جاي لحد التري لحد اول كشاف والان بتوين وتيجي حاططها. طب انت شغال ب 3 في 3 ادخل في الكتالوج هات المقاومه بكام؟ حط المقاومه. هو لوحده هيحسب لك الفولتج دروب. هو لوحده بعد ما تحط يعني المقاومه هنا مثلا كام؟ 11 حسب لك الفولتج دروب طلع بكام؟ 52. هو السلك لما بيتخن مقاومته بتزيد ولا بتقل؟ بتقل. يبقى احنا من هنا لما بنلاقي الفولتج دروب مش مسمع اجي رافع ايه؟ السلك عشان المقاومه بتقل فما يفقدش. بعد ما كان 3 في 3 ارفعه ل 3 في 4 كده انت خلصت الفولتج دروب. على نفس الشيت بدل ما تبرمج شيت جديد غير اسم اللوحه دي هنا حطه هنا على الفيلنج ريشيو. الدايره مش هي هيها؟ ما انتش اساسا محتاج تملاها لان هي قصادها يعني. نفس الشيت اللي جبت منه المقاومه بتاعت الكابل هات منه الاوتر دايمتر. مش جبت كده الاوتر دايمتر؟ تعال ادخل على السلك ده في حاله بقى هو ده هيحسب لك مساحه مقطع الكابل. طب حال طب لو حاله ان هم كابلين ماشيين في ماسوره هتضيف الكروس سكشن اريا بتاعت الكابل الاولاني والكابل الثاني. هو ده بيجمع لك التوتال اهو بيجمع الثلاثه يبقى كده جبت مساحه مقطع الكابلات. طب تعالى في الماسوره استخدمت ماسوره كام؟ 20 مللي. اللي استخدمتها ما انت لسه بتعمل تشيك المفروض تبدا من ال 20 اسرح منها 2 في الول سيكنس عشان تطلع الانر دايمتر ربعه واضرب في باي هتطلع مساحه مقطع الماسوره هنا اهي الكروس سكشن اريا اوف باي. هو لنفسه هيقسم ويطلع لك الفيلنج ريشيو ده على ده في المية 40 فيما تحت اكسبتنس فوق كبر الماسوره. فهمت حاجه؟
ده اسمه شيت لحسابات الفولتج دروب والفيلنج ريشيو، متقسم لثلاثة بارتيشن. البارتيشن الاولاني بيانات الحمل، الرقم، السلك، هات الفولتج بتاعك، الفولت اللي انت شغال عليه، الوات اللي انت جبته، هيحسب لك الامبير. تمام، ادخل الكتالوج، هات حاجتين، مقاومه الكابل والاوتر ديامتر بتاع الكابل. ادخل كتالوج الماسوره، هات الانر ديامتر، حسب لوحده. تمام، كل ما عليك اللي هتعمله مانيوال هو ممكن يكون عامل لك معادله للتشيك هنا. يعني مثلا لو جيت دوست هنا، لا مش عاملها، انت هتعملها مانيوال. ال 2% فيما تحت اكسبتنس، زاد عن 2% فولتج دروب، روح كبر السلك، هتقل المقاومه، هيقل الفولتج دروب، هيشيل. تمام، في الماسوره جرب الماسوره الاقل، 40% فيما اقل مقبول، ازيد زود الماسوره، هيزيد القطر، هيقل المقام، هيقل المقام، هيزيد البسط. وصلت كده؟ عايز تسال فيها هندسه؟ هقول لك بقى السؤال ده، هقول لك السؤال ده، بس خلينا اشرحه على صوره. لو اعتبرنا ان ده التري اللي هيدي للمخرج ده، حلو، طالما عندي تري يبقى لازم ان الهوم ران تبقى كيبل. طب لو افترضنا ان دي اللوحه وده التري وده اول مخرج اناره، هينزل من عليه الهوم ران، وهنا هنزل بالمفتاح، هيحصل ايه؟ المسافة دي لو لقيت 10 متر لحد هنا، ولقيت من هنا لهنا 3 متر، وده كشاف تاني، هتجيب كابل 3 × 3 طوله 10 × 3 × 13، وتيجي سحب، وتيجي هنا تيجي مسلخ الكابل، العزل الخارجي بتاع الكابل، وتعمل ايه؟ وتاخد اللاين اللي طوله 3 متر تنزله هنا. طب عندك النيوترال ايرث، اقطعه ووصله هنا مع فردة ريتيرن، وهنا يطلع بريتيرن، وكمل المسار بتاعك اسلاك. وصلت كده؟ بتجيب من اللوحة لأول مخرج كابل، وبتزود عليه طول النزلة لأول مفتاح، يبقى اللاين كده بدون قطع، سلخ الكابل، نزل اللاين، استفاد بالأسلاك التانية مع أسلاك هتجيبها في التوصيل ما بين الكشافات وبعضها. ليه؟ لأن أنا قلت لك اللي هيمشي انا الوايرنج بتاع الاناره 3 حاجات، سويتشنج ده اسلاك، تمام، ان بتوين او البريدجات او المناولات اسلاك، الحاجه الوحيده اللي بتمشي ايه؟ هوم ران من غير ما اقطع في المسار، هنجيبها كابل ونسلخها، تفضل فرده واحده تنزل اللاين ونكمل. ده هنعملها تجربه عمل النهارده وهنصورها وننزلها النهارده برده في نفس اليوم، يعني احنا هنعمل لك النهارده تجربه عمل، تمام، وهنركب وهنعمل ونخلص لك قصه الهاتش مارك لكل الناس اللي موجوده في البيت. تمام، معايا 10 دقايق مش اكتر، يعني ترجع لي و45 دقيقه بالظبط، يعني تطلع دلوقتي وترجع 11:05. عندنا الباور 3 انواع زي ما اتشرح في المحاضره، عندنا نورمال سوكت اللينيات العاديه، ودي اكتر من بريزه على لينيا واحد، وبتختلف هل هي بريزه على ارتفاع 4 من 10، ولا بريزه على ارتفاع 1.2 من 10، ولا اوت مخرج الكتريكال اوتليت على ارتفاع 1.8 من 10، او ممكن تكون فلور بوكس في الارضيه. تمام، وفي عندي الباور سوكت او المفاتيح السخان، ودي بيبقى كل لينية عليها مخرج واحد، هل هو بريزه كباور سوكت ولا مخرج سخان. والحاجه الثالثه مفاتيح الفصل بتاعت ايه؟ التكييف، ودي تبقى كل تكييف محتاج له لينية خاصه بيه، بس لما نفتح المشروع بتاعنا هنلاقي ان في مفاتيح الفصل كل مفتاحين على لينية، او كل تكييفين على لينية، دي مش تكييفات، ديت عباره عن مخارج المراوح بتاع التكييف، لكن الكمبرسور او الوحده الخارجيه بتاعه التكييف ده اتش فاك، تكييف مركزي، الوحده الخارجيه بتاعته تبقى فين؟ على الروف.
فالبريون او الهواء البارد اللي نازل للغرف بينزل في ايه؟ في صاج، بيبقى محتاج يفتح الفانه او المروحه بتاعه التكييف بايه؟ بمصدر كهرباء. بس هي فانه مروحه، عباره عن مروحه عاديه، ممكن احط كل مروحه على لينيا او مروحتين ايه مع بعض في نفس الغرفه على اللينيا، بحيث لو انا هفتح المروحتين يبقى اشغلهم الاثنين مع بعض ايه في الغرفه. يبقى انا عندي، انت احنا قلنا نفتح فصل كل تكييف على ايه؟ على لينيا. بس المبنى بتاعنا عشان ده مراوح عاديه بتفتح الصاج بتاع التكييف، فهم عامل كل مروحتين مع بعض على ايه؟ على لينيا. تمام. يبقى نيجي هنا للباور بتاعتنا، قلنا انها النورمال هنشغل على لينيا واحده نورمال، وهنطبق على لينيا ايه؟ على الرسم، وانتم تطبقوا على لينيا. طيب انا خرجت من اللوحه بلاين ونيوترال ويرس اللوحه او اي او ايه او التري بتاعي، دخلت بخش على اقرب باريزه ليه؟ بشرط انها تكون، يعني انا ما ينفعش ابقى ماشي بالمسار بتاعتي في السقف وعندي باريز في السقف وباريز في الحائط وباريز في الارضيه. لو رسمنا مثلا ان في هنا باريزه في السقف، يبقى ما ينفعش انزل في البريزه اللي في الحيطه او البريزه او الفلور بوكس اللي في الارضيه وبعدين اطلع للمخرج اللي ايه اللي في السقف. يبقى انا كده ارتب اللينيا بتاعتي، ان انا جاي ماشي في السقف يبقى يجيب المخارج اللي موجوده في السقف عند الاول، وبعدين اشوف المخارج اللي موجوده في الحائط، وبعدين انزل المخارج اللي موجوده فين في الارضيه. طيب برضو المخارج اللي في الحيطه بتاعتي ما ينفعش ابقى انا ماشي ولاقي عند المخرج على 1.8 ومخرج على 4.10 وانزل المخرج ال 4.10 الاول وبعدين ارجع لايه للوحه 8.10، اجيب الارتفاع الاعلى بحيث برضو بحاجه معينه، ان انا دي اللوحه بتاعتي وده المخرج الايه ال 4.10 والمخرج ال 8.10 ولكن هو ايه هو ده. يبقى هنزل الارتفاع العالي وبعدين انزل ايه للايه للغرف. لكن لا، طب ما انا المخرج الايه الارتفاع عالي لقيته في اخر ايه في اخر الغرفه، هل منطقي ان انا امشي في السقف لحد اخر الغرفه وبعدين ارجع انزل تاني؟ لا، يبقى انا ايه تبدا تقارن المسار بتاعك ايه الاوفر بعد الايه الاصح. يبقى انا الاصح بتاعي ان انا امشي فين؟ في السقف وبعدين الارتفاع الحائط العالي وبعدين الواطي وبعدين في الارضيه. لكن لقيت ان ارتفاع الحائط العالي بتاعي بعيد في اخر اللينيا، لا، يبقى الافضل ان انا امشي ايه اللينيا اللي توفر لي في المسار بتاعي. وصلت لحد دلوقتي؟ حد عنده مشكله؟ ماشي. يبقى انا كده عندي اول حاجه خرجت من اللوحه، طلعت اخش على المخرج اللي في السقف الاول، تمام، وبعدين اشوف اقرب باريزه ليا فين، وليكن مثلا احنا فرضنا ان هي ده، يبقى انا عندي مخرج على ارتفاع ايه عالي، يبقى هنزل على الارتفاع العالي الاول واطلع منه اخش على الباريزه ديت، ومن الباريزه دي للثانيه للثالثه، وليكن مثلا دي بقى باريزه على ارتفاع عالي برضو، واطلع دي اخر واحده عندي وبعدين اكمل ايه دي اخر واحده، يبقى هنزل منها للفلور ايه بوكس. يبقى انا المسار بتاعي مشي كده، ده انا خدت اللي تحت دي امتى ليه؟ انا خدت اللي تحت الاول بحيث لو انا ماشي بالعرض في الحيطه فاخد اللي تحت ايه كده كده انا كنت تحت فامشي تحت ايه الاول. طب لو انا بنزل وبطلع ولقيت ان ده جنب ده قريبين من بعض بس ده على ارتفاع عالي وده على ارتفاع واطي، يبقى هنزل اخد العالي الاول في الحاله دي، يبقى كنت هاخد ده الاول وبعدين ارجع منه على ديت وانزل من دي ايه على دي. يبقى انت بتقارن الاول المسار بتاعك عباره عن ايه. طيب لو انا مش ماشي برضو بالعرض، لو انا بنزل وبطلع في السقف، هل هتفرق معايا لو انا جيت هنا ونزلت على ده الاول وخدت من ده من هنا وبعدين طلعت لده من عالي لده هنا؟ مش هتفرق معاك في المسار حاجه. حلو، لان كده كده ديت في نص اللينيا لها واحده في الوطا قبلها وواحده في ايه في الوطا بعدها، فلو نزلت دي على دي الاول وبعدين رجعت على اللي تحت وبعدين رجعت من ده على ديت، فهتلاقي نفس المسار انت رسمته، انت نازل طالع نازل طالع، لينيا الباور بتنزل وتطلع بتنزل وتطلع ليه؟ لان الكود بيقول لك ان ما ينفعش، يعني الكود المصري بيقول، بس اللي بيتنفس حاجه ثانيه بس ما علينا، الكود بيقول لك ان ما ينفعش يمشي في الماسوره اكتر من اربع اطراف. طيب انا ماشي البريزه بتغذى بايه؟ بلاين ويترال ويرس ثلاثه، وانا نازل طالع يبقى المفروض عندي كام فرده؟ سته، لاين ويترال ويرس ولاين ويترال ويرس يبقى سته، هل ينفع ماشي ست فرد مع بعض؟ لا، فانت مضطر انك تعمل مسارين، مسار نازل ومسار ايه؟ طالع. يبقى انا كده جيت عندي دخلت على اللينيا اللي في السقف، نزلت للمخرج اللي على العالي الاقرب
وبعدين رحت للمخارج الايه اللي تحت وكملت اللينيا بتاعتي، واخر حاجه نزلت الايه للفلور بوكس. بيقول لك انت بتوضح عشان توضح للفني ان انت شغال ان ده في الارضيه، بيقول لك يبقى خلي المخارج او المسار بتاعك في الارضيه يعملوا ايه داش، خطوط متقطعه، عشان يفهم بس ان ده مسار ماشي فين في الارضيه. ممكن ما تعملوش داش وتعمله بلون تاني لو انت هتقدم له اللوحه على كاد، فانت تعمله بلون تاني وتيجي في التوصيف تعمل ليجي انت برضو بالالوان، تقول ان اللون ده ماشي في السقف واللون ده ماشي في الحائط واللون ده ماشي ايه في الارضيه. طب لو مش هتقدمها الابيض واسود فبتعمله ايه داش. او ممكن انت بتوصف اللاين، يعني انت بتعمل توصيف لللينيا مش عارف اكسبوز ايا كان، تقوم جاي على الجزء ده الخطين دولت وتعمل ايه انفلور مثلا. فانت بتحاول باي طريقه من الطرق انك تبين له لو المسار بتاعك اختلف انك تبين له المسار ده بتاعك ده فين ده مختلف. حلو، حد عنده مشكله؟ في مشكله في اللينيا ديت؟ لا هو فني، ممكن ما يبقاش مكتوب في اللور بوكس معمول اي رمز. هو عارف الرمز ده في الارضيه ولا في السقف؟ هيعرف منين؟ هو مش عارف يقرا انجليزي، يعني هو فني صنايعي اكيد. لو انت بعت له ليجن متوصفه انجليزي فلور بوكس هيعرف يعني ايه فلور بوكس؟ ما اعتقد. لا ماشي. طيب حد عنده مشكله؟ نطبق نكمل برضو الابعاد. الاول احنا قلنا في الاناره ان دي الغرفه وده مخرج الاناره بتاعي، عشان اعرف مكانه فانا محتاج البعد. هل لو انا معايا بعد واحد في الاناره اعرف مكان الكشاف؟ لا، لان هو البعد الثاني بيتحيز في المنطقه دي كلها، فانا محتاج له بعد ايه راسي، بحيث ان تقاطع ده مع تقاطع ده يديني نقطه واحده، ده السنتر بتاع الكشاف. حلو. طب بالنسبه للباور؟ لا، هي الباور على الحيطه، فكده كده بعد منهم معلوم ليا ان هي البريزه على الحيطه دي، بس انا هي في نص الحيطه ولا في اولها ولا في اخرها على بعد 10 سم ولا 20 سم، يبقى انا محتاج، انا متاكد وعارف انها خلاص هي على الحائط ده، يبقى انا محتاج لها بعد ايه بعد واحد. يبقى الحاجات او المخارج او الديفايس بتاعت اللي على حيطه باخد لها بعد ايه بعد واحد. تمام، اي مشاكل؟ ماشي كده نطبق كده على اللينيا. وطبعا الهاتش مارك بتاع لينيات البرايس كلها بيبقى ايه لاين ونيوترال ويرس، ما بتحطوش على الرسم، يعني انت وانت شغال ما بتضطرش انك تعمل، لان هي رسمه كلها ايه لاين ونيوترال ويرس، الا لو الاستشاري رخم عليك وقال لك اعمل لي الهاتش مارك، دي الحاله الوحيده اللي هتعمله في الباور. يبقى احنا علينا جينا هنا في المبنى، احنا عارفين المبنى بتاعنا ماشي على تريهات. طب فتحنا بلانت الباور ما لقيناش التريهات، هنروح نجيبها مثلا من بلانت الاناره. خدها كوبي. تمام، الكل عمل الخطوه ديت، جبنا التري. نكمل. تمام، انا عندي هناخد مثلا وليكن اللينيا، اللينيا دي عشان فيها في السقف وفي الحائط وفلور بوكس، اللينيا اللي هي بايه اللي جايه من الامرجنس اللي جايه من المولد. تمام، حمل المولد دي، يبقى انا جاي من التري بتاع دخلت على اول بريزه في السقف، دخلت على اول بريزه في السقف طلعت منها لقيت دي كمان في السقف فدخلت عليها، بعدين عندي مخرج الكتريكال اوتليت وعندي بريزه. الالكتريكال اوتليت ده على ارتفاع كام؟ 1.8، لكن المخرج البريزه على ارتفاع كام؟ 41%. هل منطقي انزل على البريزه وبعدين الالكتريكال اوتليت اطلع له ثاني وارجع انزل منه للفلور بوكس؟ لا، يبقى انزل على الالكتريكال اوتليت الاول لانه هو قريب من البريزه، وارجع انزل البريزه وانزل منين؟ من المخرج بتاع البريزه على ايه؟ على الفلور بوكس. يبقى كده المسار بتاعي طالع من اللوحه او من التري واخد ايه؟ الشكل ده. اول حاجه هنعملها هنعمل الباك بوكس بتاع البريز، طبعا كلنا بنعرف نعمله، نرسمه ولا ما نعملوش على طول؟ يبقى انا كده هاجي من التري
8 صح؟ متوضح هتلاقيه متوضح في الليجند بتاعك ان هو راكب على الوقت. مش المفروض ان هو تبع التوصيله دي ان هو نزل على يعني البيست ستوب نزل على الباريزا الفرحيه وبعد كده راح كل ثاني. ماشي، هو جه هنا قدام طريقين، ان انا دي بارزه في السقف هقدر، مش فيش مشكله، جيت منها خرجت هنزل على البارزه الاولانيه واطلع منها اطلع تاني للمخرج اللي على ارتفاع عالي واجي منه راح تاني ايه للفلور بوكس. طيب ليه انا انزل واطلع وارجع انزل تاني هنا؟ طب ما انا انزل مره على طول على المخرج الالكتريكال ده وانزل منه تحت على البريزه ومن البريزه على الفلور بوكس، يبقى انا نزلت مره واحده ما نزلتش وطلعت ونزلت تاني. يعني اقصد اوضح له كده ولا هو خلاص انت هتيجي تطلع من هنا هتاخد المسار بتاعك على الكتريكال الاول وترجع منه على البريزه ومن البريزه على ايه على الفلور بوكس. زي ما قلنا ان احنا بنوضح لو احنا ماشيين في الارضيه هنعمل الخط بتاعنا داش ونيجي في الليجند نقول ان السوليد عباره عن مسار في السقف وان الداش ايه مسار في الارضيه. يبقى انا كده خدت وتحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نعملش التقاطعات ايه بزياده. يعني انا ممكن كنت اطلع من البريزه دي على الاكتريكال اوتلت من اول من هنا واخرج منه تاني واجي هنا على البريزه فهتلاقيني قطعت. نرسمها برده دي ودي ونشوف. طبعا الرسم بيبقى ايه انضف من كده شويه. كده انا عندي كام تقاطع، كام علامه ترمو ممكن اعملها؟ واحده بس ايه في الجزئيه دي. تمام. انا بقى لو انا خرجت من هنا من البريزه دي دخلت الاول على الاوتلت وطلعت منه من ورا على البريزه وطلعت من البريزه تاني هنا هلاقي عندي اكتر من تقاطع. يعني لو رسمناها برضو بلون تاني دخلت هنا الاول بعدين طلعت من هنا على البريزة وطلعت من البريزة على الفلور بوكس بقى عندي تقاطعين، تقاطع هنا وتقاطع هنا. واحنا شغالين نحاول على قد ما نقدر ان احنا نقلل من ايه من الترمات. تمام. في مشكلة؟ احنا قلنا نعمل الخط ده ايه داش. بس كده الخط بقى ايه بقى داش. واجي في الليجن اخد له الخط ده وخط سوليد واقول له ان ده ماشي في السقف لكن ده ماشي ايه ان جراوند او ان فلور. حد عنده مشكله؟ بعد كده الابعاد بتاعتي انا المخرج ده فين؟ في السقف. فهو محتاج كم بعد؟ محتاج بعدين. فانا اخد له بعد مع محور الاوضه راسي وبعد ايه افقي، وده في السقف اخد له برده ايه بعدين. بس هو ده في السقف لكن لازق في الحيطه فانا ممكن اخد له بعد ايه بعد واحد. دي في الحيطه فاخد لها بعد واحد. الفلور بوكس في الارضيه فانا برده محتاج له كام بعد؟ محتاج له بعدين. تمام.